بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم زميلكم عبد الرحمن طارق من تيم أور كورس. بإذن الله هنشرح مع بعضنا النهاردة محاضرة مهمة جدا 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 في موضوع مهم جدا جدا جدا. الموضوع ده اسمه المود ديس أوردرز. واحدة واحدة كده يا دكتورة، الموضوع ده جميل جدا وسهل جدا بس عاوز شوية تركيز. أول حاجة سؤال لذيذ قوي، يعني إيه مود؟ إيه المود ده؟ اللي هو ايه المود ده؟ المزاج، صح ولا ايه؟ يبقى المود هو مزاجك. طيب مزاجك يعني ايه مزاجك برضو؟ قال لك يعني حالتك المزاجية في فترة معينة. يعني مثلا ما تجيش تقول لي يا دكتور انا صاحي الصبح كنت مبسوط وبالليل قرفت، لا ده دي ايموشنز. ما ينفعش تلخبط الايموشنز بالايه؟ بالمزاج. يبقى المود ده هو مزاجك. مزاجك، حالتك المزاجية في فترة معينة، تمام؟ طيب هو انت مزاجك عامل ازاي يا دكتور؟ والله انا قرفان وشايل الطيق، مش جايين نسمع مشاكلك، ركز. ايه النورمال مود؟ النورمال مود بتاعك عامل كده بالظبط، متقلب، مفيش حد المود بتاعه ثابت طول عمره، لا هو اي نعم بيبقى ثابت لفتره معينه من الزمن ولكنه بيبقى ايه؟ متقلب. طيب بص الحته دي بقى، المود طالع نازل طالع نازل طالع نازل. يعني ايه طالع نازل طالع نازل؟ يقول لك لو طلعت فوق تبقى مبسوط، لو نزلت لتحت تبقى ايه؟ تبقى زهقان، تمام؟ يقول لك انا مودي وحش، انا مودي حلو. فاحنا هنعتمد على الكلمتين دول، انا مودي حلو، انا مودي وحش. فاذا النورمال مود او المزاج بتاعك الطبيعي بيبقى متقلب، طالع نازل طالع نازل بالصوره اللي انت شايفها قدامك دي، تمام؟ طيب امال ايه الديس اوردر اللي ممكن يحصل في المود ده؟ قال لك يا اما يطلع قوي يا اما ينزل قوي. جميل قوي. طيب لو انا طلعت المود ده قوي، يعني المود ده عالي مني قوي، بقى اوفر، بقى هايبر، يبقى انا هسميه ايه؟ هسميه مانيا. يبقى المانيا هو بيقول لك ايه؟ اليفيتد مود، يعني المود عالي قوي، الراجل ده مهايبر. طب لو نزل قوي بسميه ايه؟ ديبريشن. ديبريشن، خد بالك انا دلوقتي بكلمك على الديس اوردر في المود، مش بكلمك على مرض محدد، لا انا بكلمك على الديس اوردر ده لما علي المود، بس اسمه ايه؟ مانيا. طيب لما المود يقل يبقى اسمه ايه؟ ديبريشن. حلو قوي الكلام ده. طيب لحد دلوقتي الدنيا زي الفل. طب ما نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عندنا مصطلحين يا دكتور لزاز جدا، واحد اسمه هايبومانيا وواحد اسمه ديسثايميا. نركز يا دكتوره، هو انا لما اعلي المود ده، يعني انا لما اجي هنا كده واعلي، هل هعلى قوي ولا هعلى نص نص؟ ولما اجي اقلل هل هقلل قوي ولا هقلل نص نص؟ قال لك والله انا لو عليت قوي هبقى اسمي مانيا. طيب لو قليت نص نص يبقى اسمي هايبومانيا. حتى بص انا هعمل لك ايه؟ يقول لك انا هعمل لك سطرين اهو، يبقى هنا كده طلع فوق يبقى مانيا. طب طلع بص حبه صغيره ازاي؟ يبقى اسمه هايبومانيا، وهنعرف الفرق ما بينهم باذن الله. طيب الدبريشن يا دكتور، الدبريشن انا نزلت لتحت قوي. امال ايه الديس ثايميا؟ لا ديس ثايميا انا نزلت حته، نزلت سنه. والديس ثايميا دي هنعرفها ان شاء الله مع في محاضره الميجور ديبريسيف ديس اوردر. الموضوع بيبقى عامل ازاي؟ اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، اللي هو انت تبقى قرفان وزهقان ومش عارف ايه، بس انت مكمل عادي وبتحضر محاضرات وبتسمع بس انت قرفان وزهقان، ده اسمه الديسايميا. لان احنا هنعرف يا دكتور الدبريشن ده بيأثر على اللايف ستايل بتاعنا، تمام؟ يبقى ببساطه شديده جدا انا عندي حاجه اسمها يا دكتور مود. يعني ايه مود؟ يعني مزاجي. طب انا المزاج الطبيعي بتاعي عامل ازاي؟ ها بيبقى ثابت لفترات محدده. يقول لك ايه؟ انا مودي حلو، انا مودي وحش. طيب الديس اوردرز اللي بتحصل في المود يا اما مانيا يا ديبريشن يا هايبومانيا يا ديس ثايميا، تمام؟ المانيا قال لك حصل اليفيشن في المود. طب الديبريشن حصل اللي هو ايه؟ المود ها نزل لتحت، تمام؟ طيب الهايبومانيا هو زي المانيا بس اقل منها شويه. طب الديس ثايميا هو زي الديبريشن بس اقل منها شويه. طبعا انا مش هستعمل مصطلح الديس ثايميا ده في المحاضره، ولكن بس عشان ايه؟ ها عشان نعرفه وعايزين نصلي على النبي. طيب يا دكتور هو ايه الامراض بقى اللي هتنتج عني، اللي هتنتج عندي في المود ديس اوردرز؟ قال لك عندنا مرضين مهمين جدا 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 جدا. المرض الاول اللي احنا هنتكلم فيه في المحاضره دي باذن الله الباي بولر ديس اوردر. الايه؟ الباي بولر ديس اوردر. هنعرف يعني ايه؟ وعندنا الام دي دي ده معناه الميجور ديبريسيف ديس اوردر. الميجور ديبريسيف ديس اوردر، تمام؟ ده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله في المحاضره الجايه، مش انا اللي هتكلم عنه يعني، تمام؟ يبقى ده عنوان المحاضره الايه؟ الجايه، ميجور ديبريسيف ديس اوردر. يبقى اذا يا دكتور تاني احنا بنتكلم في ايه دلوقتي؟ احنا بنتكلم ان انا عندي المود، مود خلاص عرفنا يعني ايه مود، وعرفنا يعني ايه مود ديس اوردرز. هيحصل عندي مرضين، باي بولر ديس اوردر والميجور ديبريسيف ديس اوردرز. يبقى هي دي الديس اوردرز بتاعت الايه؟ بتاعت المود، تمام كده؟ تمام. طيب نصلي بقى على النبي عليه الصلاه والسلام، وتعالى بقى نخش على طول مع بعضنا في الايه؟ في الباي بولر ديس اوردر. يعني ايه باي بولر ديس اوردر؟
ها، اضطراب ثنائي القطب. اسمه ايه؟ اضطراب ثنائي القطب، ثنائي القطب. يبقى معنى كده ان هو بيحمل قطبين، العيان بيبقى عنده قطبين. قطبين ايه؟ يعني حالتين مزاجيتين مختلفتين. يبقى الباي بولر ديس اوردر العيان ده بيبقى ايه؟ بيبقى عنده حالتين مزاجيتين مختلفتين. فبنقول ايه؟ ها، حبه فوق حبه تحت، حبه فوق حبه تحت، شويه مانيا شويه ايه؟ شويه ديبريشن. تمام؟ طيب يبقى تاني، يبقى الباي بولر ديس اوردر ده هو اضطراب ثنائي القطب، يعني العيان بيبقى عنده قطبين، ها، يقول لك مانيا وديبريشن، يعني حبه فوق وحبه تحت. امال يا دكتور ايه الميجور ديبريسيف ديس اوردر؟ لا، الميجور ديبريسيف ديس اوردر هو يتميز بالديبريشن او الايه يا دكتور؟ او الديسفايميا فقط. يعني هو قطب واحد بس، طالما يحتوي على ديبريشن بس، لا يبقى خلاص، يبقى انت اسمك ايه؟ ميجور ديبريسيف ديس اوردر. تمام؟ ده اسم المرض، ما اسموش ديبريشن كده بس، لا اسمه ميجور ديبريسيف ديس اوردر. طيب تعالى بقى كده نتكلم مع بعضنا ونشوف الباي بولر. الباي بولر يا دكتور بنعرفه بنقول ايه؟ بنقول ان هو الترنيتنج. الكلمه دي مهمه جدا، الترنيتنج. يعني ايه الترنيتنج؟ انا عمال ابدل، احنا اتفقنا ان هو ايه؟ حبه فوق حبه تحت، عمال ابدل. الترنيتنج اتاكس او الترنيتنج ايبيزودز اوف ايه؟ اوف مانيا اند ديبريشن. ها؟ قلت لك مره مانيا مره ديبريشن، بص الحته دي، وذ نورمال ان بتوين. يعني ايه وذ نورمال ان بتوين يا دكتور؟ قال لك نصلي على النبي كده مع بعض عليه الصلاه والسلام. يعني انا يا دكتور دلوقتي ها اصبت بايه؟ نوبه المانيا، مانيا دي اللي هي الهوس، وبعد كده نزلت، هرجع بقى للايه؟ للحاله الطبيعيه بتاعتي، الطبيعي، الانسان الطبيعي. تمام؟ وبعد كده هقوم ايه؟ ها ديبريشن، وبعد كده هرجع تاني طبيعي، وبعد كده مانيا، هنزل تاني ها طبيعي، وهكذا. يبقى هي دي بقى، ده معنى الايه؟ ده معنى التعريف. يبقى اذا يا دكتور ها الباي بولر ديس اوردر او اضطراب ثنائي القطب هو عباره عن ايه؟ الترنيتنج اتاكس، عمال ابدل ما بين ايه وايه؟ ما بين المانيا والديبريشن، وذ نورمال ها وذ نورمال ايه يا دكتور؟ ان بتوين. طيب احنا هنقرا الداتا ما نقلقش يعني. طيب نصلي على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. قال لك والله الباي بولر ديس اوردر ده ليه سب تايبس، ماشي، ما اتفاجئتش، كأي مرض ليه سب تايبس. السب تايبس هما ايه؟ قال لك والله في عندنا باي بولر واحد وباي بولر اتنين، دول السب تايبس. قال لك اه دول السب تايبس الاساسيه. حلو قوي الكلام ده. طيب يا دكتور نعم، هو السب تايبس دي انا قسمتها على حسب ايه؟ قال لك على حسب، هما كده كده قطبين، يعني انت خلاص حط في بالك ان هما قطبين، على حسب القطبين دول ايه؟ يعني ايه على حسب القطبين دول ايه؟ مش هما مانيا، مش هما مانيا وديبريشن؟ قال لك لا، ممكن ها مش احنا عندنا مصطلحين اسمهم هايبومانيا وديس فايميا؟ قال لك اه، قال لك برضو ممكن يخشوا في الموضوع. فلو دخلوا في الموضوع يبقى البايبولر سب تايب هيتغير. طيب ايه الكلاسيكال بايبولر؟ يعني ايه، ايه يعني ايه الحاجه الكلاسيك خالص؟ ان يبقى في مانيا وان يبقى في ديبريشن. قال لك خلاص ده انا هسميه البايبولر 1. يبقى البايبولر 1، البايبولر 1 هو عباره عن نوبه من المانيا، ايبيزود او اتاك من المانيا، وبعد كده ها ايبيزود او اتاك من الديبريشن، فبسميه الكلاسيك تايب. الايه؟ الكلاسيك تايب. يبقى ده الايه؟ ها؟ ده الكلاسيك تايب، ده البيزك خالص، مانيا وديبريشن. يبقى انا هنا كده ايه؟ في الطالع مانيا، وبعد كده ايه؟ في النازل ديبريشن. المانيا دي اللي هي الهوس، تمام كده؟ اسمها نوبة الهوس، تمام؟ طيب، يبقى المانيا طالع، طيب، والديبريشن في النازل. قال لك حلو قوي. امال ايه الباي بولر 2؟ قال لك الباي بولر 2 هي عبارة عن نوبة من الهايبومانيا مع الديبريشن. ايه ده؟ هايبومانيا؟ يعني انا ثبتت الديبريشن زي ما انا، بس كان عندي هايبومانيا. طب يا دكتور هو ايه الفرق ما بين الهايبومانيا والمانيا؟ وقعد يقول انت قلت يا دكتور ان الهايبومانيا هي اقل من المانيا شويه. قال لك لا، هنعرفها ان شاء الله، بس مش عايزين نسبق الاحداث، او تعالى ما نقولها دلوقتي ونخلص. يقول لك اصلا في الاساس ايه الفرق ما بين المانيا والهايبومانيا والديبريشن والديسفايميا؟ اي مرض في السايكوزس او في السايكاتري عموما، عشان اقول على الشخص ده ان هو مريض سايكاتري فعليا، لازم يحقق شرط هام جدا. ايه هو الشرط ده؟ افكت لايف ستايل او فانكشنال سوشيال امبيرمنت. لازم ولا بد وحتما، لازم ولا بد وحتما، الاعراض اللي بتحصل لي دي بتخليني مش عارف اعيش، ما بتخلينيش عارف اذاكر ولا عارف احضر ولا عارف اشتغل ولا عارف انزل ولا عارف اعمل اي حاجه خالص. فانا لما اجي اقول لك الفرق ما بين المانيا والهايبومانيا، ببساطه شديده جدا هقول لك ان المانيا تؤثر على اللايف ستايل، لكن الهايبومانيا مش بتاثر على اللايف ستايل. عشان ايه؟ واحد ممكن يسال، طب ما يا دكتور، طب ما يا دكتور ممكن واحد تتحقق فيه اعراض المانيا اللي هنقولها ان شاء الله. ايه هي مثلا مثال اعراض المانيا؟ ولكن اه من اللي احنا عارفينه، من اللي احنا عارفينه من المحاضرات اللي فاتت، اللي هو الهوس، اللي هو بيبقى اليفيتد مود. يا دكتور انا اعرف واحد صاحبي موده عالي قوي، وما فيش اي حاجه تعصبه، ويقول لي خروجات ومش عارف ايه، واي فكره مجنونه ينفذها ومش عارف ايه. قال لا، طب كده ده اسميه مانيا؟ قال لك لا، ده مش هسميه مانيا، ده هسميه هايبومانيا. ممكن تسميه هايبومانيا،
ليه يا دكتور؟ هل اللايف ستايل بتاعه يا ابني يتأثر؟ مش هو بينزل يحضر معاكم محاضرات؟ مش هو بينزل يروح الشغل؟ ها؟ يبقى اللايف ستايل ما تأثرش. وكذلك هطبق نفس الكلام على الدبريشن. نفس الكلام، الدبريشن واحد عنده اكتئاب، ها؟ لو مود، مفيش مود أصلاً، تمام؟ طيب بيأثر على إيه؟ بيأثر على اللايف ستايل، لكن الديساينيا اللي إحنا فيه دلوقتي. اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي بسبب الإيه؟ ها؟ بسبب اللي إحنا عارفينه، تمام كده؟ اللي هو ايه؟ قرفان، مش عايز اذاكر، مش عايز اذاكر، لا اللي هو انا حاسس ان انا قرفان بس انا ممكن اذاكر عادي. يعني تمام؟ انا حاسس ان انا قرفان، انا زهقان، انا قرفان من الكليه وقرفان من المحاضرات وقرفان من الكلام اللي احنا عارفينه ده، تمام؟ ولكن انا في نفس الوقت ايه؟ مكمل وبذاكر، لو في امتحان هذاكر، طب لو في امتحان جه وانا حرفيا مش هذاكر، مش قادر، خلاص ما فيش طاقه، او مش يبقى ده كده دخلت في ايه؟ ممكن اعتبر انك دخلت في ديبريشن، لانه اثر على الايه؟ اثر على الـ على الـ على اللايف ستايل بتاعتك، تمام؟ فهي دي الفرق. عشان لما اجي نفرق ما بين البايبولر 1 والبايبولر 2، يبقى البايبولر 1 البايبولر 1 هو عباره عن نوبه من المانيا والايه والديبريشن. طب البايبولر 2 هايبومانيا وديبريشن برضه. في الكتاب كتب لنا هايبومانيا بس مش مشكله، قول له حاضر، يعني ماشي له الدنيا، يعني ده بس الايه عشان نبقى فاهمين. طيب في عندنا نوع ثالث يا دكتور من اللهم صل على النبي من البايبولر، اسمه ايه؟ اسمه سايكلوثايميا. بص هو عموما كلمه ثايميا دي معناها مزاج او مود، تمام؟ فانا لما اجي اقول لك كلمه سايكلو، سايكلو معناها ايه؟ معناها سايكل، سايكلو معناها سايكل. يعني ايه سايكل؟ يعني طالع نازل طالع نازل طالع نازل. هتقول لي طب ما يا دكتور ده البايبولر، طيب ايه ايه طالع نازل بايه بقى؟ نوبات ايه؟ قال لك نوبات من، ركز بقى، هايبومانيا اند ديسثايميا. ايه هايبومانيا اند ديسثايميا؟ بص النوبات عامله ازاي، طالعه صغننه خالص، نازله صغننه خالص، طالعه صغننه خالص، نازله صغننه خالص. بص بقى الحته دي، وعماله تبدل تبدل تبدل، يعني طالعه. يعني احنا هنعرف ان شاء الله ايه يقول لك ايه في الـ في الـ في السايكلوثايميا، ان العيان ممكن المود بتاعه يتغير بسرعه، الترناتيف قوي، تمام؟ ممكن اصلا يعني اللي هو ايه هايبومانيا يبقى هوس وشو مره واحده ديبريشن، فالعيان موده بيتغير بسرعه، تمام؟ والموضوع ده لازم يستمر لفتره، كرونيك كرونيك، يعني لازم يستمر لفتره ما تقلش عن ايه؟ عن سنتين. يعني انت في طول السنتين دول عمال تبدل ما بين ايه؟ ما بين الهايبومانيا والديسايميا، هايبومانيا ديسايميا، هوس اكتئاب هوس اكتئاب هوس اكتئاب وهكذا وانت ماشي. اسمها سايكلوسايميا، اسمها ايه؟ سايكلوسايميا، تمام؟ تمام. ودي يعتبر الاخف، لان انت انت واخد المانيا، انت مش واخد المانيا ولا واخد الدبريشن، انت واخد اللي هو الايه؟ التايب، الحاجات الصغيره منها اللي هو الهايبومانيا والايه؟ والديسايميا، تمام؟ طيب واحد يسالني برضو سؤال لذيذ قوي، طب يا دكتور يا دكتور هو العيان بتاع البايبولر اللي هو عمال يبدل ما بين الدبريشن وال 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 والمانيا ده، يعني نظامه ايه؟ يعني هو مثلا وهو قاعد دلوقتي معانا هيبقى مهووس او هوس شديد جدا بالاعراض اللي احنا هنقولها ان شاء الله؟ يعني الموضوع محتاج تخيل شديد، ولازم تشوف فيديو، يعني لازم في فيديو الدكتوره منزلاه لازم تشوفه عشان تعرف فعلا شكل الاكتئاب عامل ازاي، شكل الدبريشن وشكل المانيا عامل ازاي. لازم تشوفه، لازم تشوفه عشان تتخيل، عشان انت ممكن خيالك ما يجيبكش، لا الموضوع فعلا يعني ايه، يعني ايه يفوق اللي انت متخيله لو انت ما شفتش قبل كده، تمام؟ طيب فواحد يسال طب يا دكتور يعني هو قاعد دلوقتي يجي، يعني الفيديو اللي انا اشوفه هو قاعد دلوقتي مانيا وهوس ومش عارف ايه، ومره واحده مره واحده يقوم داخل في نوبه الاكتئاب؟ لا. امال ايه يا دكتور؟ انا قلت لك اهو، هو انت شايف ان انا عامل كده مثلا كده؟ لا، ده انا رجعت في النص طبيعي تاني. يبقى اذا انا النوبه بتجي لي فتره تقعد معايا، ممكن تقعد معايا شهور بجد والله، اه والله ممكن تقعد معايا لحد 9 شهور مثلا، تمام؟ وبعد كده هنزل تاني ارجع للطبيعي، هفضل طبيعي فتره 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 فتره، وبعدها هخش في نوبه تانيه اللي هو ليكن ايه؟ نوبه الدبريشن. فهمت الفكره؟ يبقى اذا انا مش وانا قاعد كده عمال ابدل ما بين الاثنين، لا انا مش قاعد بقى مش شخصيتين، لا هو الفكره ان انا جات لي النوبه، النوبه الاولى اللي هي نوبه الهوس نوبه المانيا، وقعدت معايا فتره طويله، وبعد كده رجعت تاني للطبيعي، لان انا قلت لك ايه؟ with normal in between. وبعد كده بعدها بمثلا ممكن سنتين كمان يجي لي نوبه كمان. فهمنا الفكره؟ يبقى اذا الموضوع مش ايه؟ مش زي ما احنا يعني ايه واخدين عنه فكره، لا. لكن السايكلوثايميا لا مش كده بقى، السايكلوثايميا في الثايميا في خلال السنتين، يعني انا زي ما قلت لك فوق ان في خلال السنتين دول ممكن نوبه واحده تجي لي، نوبه واحده تجي لي تقعد معايا 9 شهور وارجع تاني نورمال، وبعدها بسنتين تانيين ها يجي لي نوبه تانيه. لكن هنا في خلال السنتين انت عمال طالع نازل طالع نازل طالع نازل، هايبومانيا ديس فايميا، هايبومانيا ديس فايميا. طبعا في الكتاب هو كاتب لك هايبومانيا وديبريشن، تمام؟ بس عشان ايه؟ للفهم. يبقى هو ده الايه يا دكتور؟ دي الثلاثه سب تايبس بتاعت الايه؟ بتاعت البايبولر، تمام؟ حبيت بس اشرحهم هنا عشان 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 نبقى فاهمين يعني الكلام. تعالى بقى نتجه ونروح نشوف الداتا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. البايبولر ديس اوردر والتريتمنت بتاعها، وات از بايبولر ديس اوردر؟ زي ما احنا اتفقنا هو ايه؟ الكلمه الاساسيه احنا اتفقنا. طب ثانيه واحده بس. طيب
وات از بايبولر ديس اوردر؟ احنا اتفقنا ان هو مود ديس اوردر بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه التر، تغير. تغير في ايه يا دكتور؟ تغير في المود. طيب هو انا لما اغير في المود هغير في ايه تاني؟ هغير في الفيلينجز، هغير في المشاعر، هغير في ايه تاني؟ في الثوتس، في الافكار، في البيهيفيرز، في التصرفات، في البرسبشنز، في الايه؟ في الحواس. يبقى انا بغير في كل، ما انا دلوقتي لما بغير في المود نفسه، المزاج نفسه، المزاج هيأثر على المشاعر، هيأثر على الافكار. يعني انت مثلا لما تبقى ديبرست، الافكار اللي تبقى في بالك مثلا زي الجيلتي، ان انت احساس بالذنب. طيب لما تبقى هوس او مانيا او كده، فانت نشيط جدا ومش عارف ايه الفكره اللي بتبقى معاك، ان انت مثلا عايز تروح تعمل حاجه خياليه، فكره مجنونه او كده. فاذا الثوتس بتتغير. تمام. بص بقى، ويذن ايبيزودز. يعني ايه ايبيزودز؟ يعني نوبات اوف ايه؟ اوف مانيا اند ديبريشن. بص حتى وصلت لايه؟ يقول لك باي بولر ديس اوردر از بريفيسلي، يعني زمان كان اسمه ايه يا دكتور؟ كان اسمه المانيك ديبريشن. لحد طبعا ما عملوا الايه، لحد ما عملوا السب تايبس. بيقول لك كلينيكال بريزنتيشن موست كامنلي دايجنوزد بتوين ايجز اوف 18 ل 24. طبعا احنا هنعرف قدام ان هو بيجي في اي عمر، يعني اي ايج، ولكن هو بيبقى اكتر شهره يعني مع من 18 ل 24 سنه. بيقول لك ايبيزز اوف ايه؟ مانيا، هايبومانيا او ميكسد، دي هنشوفها ان شاء الله، اسمها ميكسد، ميكسد باي بولر، او بنسميها ميكسد ايبيزود. دي حاجه هنشوفها، بس هي مش سب تايب، لا هي عباره عن باي بولر 1 بس بطريقه ثانيه. تمام. وكمان معانا الايه يا دكتور؟ ويد ديبريشن ويد ديس ثايميا، بس هو ما ذكرش هنا الديس ثايميا. السب تايبس زي ما احنا ذكرنا، الباي بولر 1 اللي انا سميتها ايه؟ الكلاسيك فورم. قلت لك كلير ايبيزودز اوف ايه؟ ها حاجتين، الديبريشن والمانيا، ده الكلاسيك تايب. طب والباي بولر 2 بريزنتز ويز ايه؟ less intense، اللي هي بنسميها الايه؟ الهايبوماني. يقول لك less intense and often unrecognized manic phases، اللي هو بنقول عليها الايه؟ الهايبومانيا. السايكلومانيا قلت لك ايه؟ كرونيك ميثود، مهمه جدا، لمده ايه؟ لمده سنتين، 2 years نضيفها، 2 years. تمام. اوف ايه؟ اوف هايبومانيا اند ديبريشن. هو كاتب لك هنا ديبريشن، بس احنا عارفين ان هي ايه؟ ديس ثايميا. اوفن بيقول لك بقى معلومه لذيذه قوي، اوفن ايفولفز انتو مور سيريس سب تايب. يعني ايه يا دكتور؟ يعني بيقول لك ان هو ممكن يتطور الى نوع اكثر خطوره. طب اشمعنى؟ ما هو انا عارف ان كده كده السايكلوثايميا، يعني من الاخر، من الاخر نقول حاجه لذيذه قوي، عارف صاحبك اللي هو مهووس ده وبيعمل افكار مجنونه وكده، هو اكتر عرضه انه يجيله او انه يخش في مانيا، يعني يخش في باي بولر، اكتر عرضه. فعشان كده بنقول انه ده بيتطور الى الانواع الاكثر خطوره، يتطور اللي بعد كده، مش هو ده الاكثر خطوره، لا هو بيتطور الى النوع الاكثر خطوره، لان هو كده كده ايه؟ قليل. قلت لك ان هو واخد هايبومانيا ودي الصايميا بس، واخد ايه؟ هايبومانيا ودي الصايميا. تمام، كويس قوي. طيب في بقى عندنا نوع غريب كده، بيقول لك باي بولر ديس اوردر نوت اذروايز سبيسيفايد، يعني غير محدد. تمام. بيقول لك ان ده اللارجست جروب اوف انديفيدوالز، ماشي مش مشكله. طيب تعالى بقى ما نتكلم يا دكتور، والكلام اللي جاي ده مهم جدا، المانيك ابيزود. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يا دكتور انا قلت لك يعني ايه مانيا؟ قلت لك مانيا معناها هوس. طب يعني ايه هوس؟ يعني زياده عاليه جدا في النشاط، هاي مود. تعالى بقى ما نشوف يقول لك ايه. بيقول لك ديستينكت بيريود، يعني فتره محدده او مميزه فيها ايه؟ ابنورمال اند بريزيستنت، ابنورمالي بريزيستنتلي اليفيتد. اليفيتد، نصلي على النبي مع بعض عليه الصلاه والسلام. ماشي. اليفيتد اكسبانسيف، اكسبانسيف جاي من اللي هو ايه؟ كلمه اللي هو متمدد. يعني ايه؟ هي نفس كلمه اليفيتد. اور اريتابل، اريتابل يعني ايه يا دكتور؟ يعني غير مستقر مود. يبقى لازم انت تعرفي الثلاث كلمات دول مهمين جدا، ونصلي مع بعض على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى انا معايا يا دكتور اليفيتد اكسبانسيف اريتابل، تمام، مود. لاستنج ايه؟ لاستنج ات ليست لمده اسبوع، يعني لازم كل يوم يجي لك الحاله دي او يجي لك النوبه دي لمده اسبوع اقدر اشخصك مانيا. تمام. طيب بيقول لك ديورنج ذا بيريود اوف مود ديستربنس، ركز بقى، لازما يحصل لك اكتر من او يساوي يعني ثلاث اعراض من اللي قدامك ده. بيقول لك اربعه لو المود بيبقى اريتابل، يعني لو المود غير مستقر، مش مشكله. ايه هما بقى الاعراض دي؟ تعالى بقى ما نشوف ونتكلم على الاعراض ونفهم كلام. اول حاجه انفليتد سيلف استيم، يعني ايه؟ يعني العيان ده نافخ نفسه. جرانديوزيتي، حاسس بالعظمه، ها يبقى هو حاسس ان هو مثلا ايه؟ ها كينج او ملاك او ايا كان. تمام. يبقى انفليتد سيلف استيم، سيلف استيم دي لو ترجمتها فعلا احترام ذات، لا مش هنترجمها كده، لا هو نافخ نفسه قوي. جرانديوزيتي. تمام. ديكريز دي نيد فور سليب، ما بينامش العيان ده، ما بينامش ليه؟ لانه عنده هاي باور. تمام كده، نشيط جدا، عايز يعمل وعايز يسوي. طب بص الحته اللي بعدها دي، بريشرد سبيتش ريسنج ثوتس فايت اوف ايدياز. ايه يا دكتور الكلام ده؟ يقول لك العيان ده اللهم صل على النبي بتنط في دماغه كذا فكره في نفس الوقت، فكره ورا فكره ورا فكره ورا فكره. الله، فهو عنده ايه؟ يقول لك ريسنج ثوتس، تسابق في الافكار، عمال يفكر فكره ورا فكره ورا فكره، يعني ورا بعض ورا بعض ورا بعض. فيقول لك ايه لما تيجي تكلمه؟ بريشرد سبيتش. ليه يا دكتور؟ في كذا فكره في دماغه. كلامه ايه؟ ها بريشرد سبيتش، يبقى في كذا فكره في ايه؟ في دماغه. تمام. طيب الكذا فكره في دماغه دول ممكن يقلبوا بايه؟ بسيركمستانشياليتي، يقلبوا بسيركمستانشياليتي او تانجنشياليتي لما تيجي تكلمه. طبعا كلنا عارفين يعني ايه سيركمستانشياليتي وتانجنشياليتي. نفكرك، سيركمستانشياليتي تساله سؤال يقعد يلف ويدور بس بيوصل للاجابه. تانجنشياليتي يلف ويدور بس ما بيوصلش للاجابه. تمام.
تمام؟ يبقى فايت اوف ايدياز، تصارع في الافكار، تصارع في الافكار وتسابق في الافكار، وده كمان هيؤثر على الايه؟ على السبيتش بتاعه، بيبقى بريشر دي سبيتش، تمام؟ على عكس مثلا السكيزوفرينيا كان بيبقى ايه؟ ها؟ بيبقى ديس اورجنايزد سبيتش، على عكس الديبريشن اللي ما هنيجي نقوله دلوقتي، لا السبيتش بتاعه بيبقى قليل جدا، بيتكلم بالراحه خالص، تمام كده؟ تمام، يبقى نركز في هذا الكلام. طيب يا دكتور، هو تصارع الافكار اللي عنده ده، تصارع الافكار وتسابق الافكار ده هيعمل له ايه؟ هيعمل له ديستراكتابيليتي، هيعمل له تشتت، ويعمل له ايه؟ ريديوس ذا كونسنتريشن، يبقى هيخليه ايه؟ هيخليه مشتت. ليه؟ في افكار كتيره جدا في دماغه، فيخليه ايه؟ فيخليه مشتت. ايه تاني يا دكتور؟ يقول لك انكريز ان جول دايركتد اكتيفيتي، يعني ايه؟ زي ما احنا اتفقنا، هو عنده نشاط عالي جدا، سواء كان سوشيالي او سواء كان ات ورك او كمان سيكشوالي. ايه ده؟ سيكشوالي؟ قال لك اه، ممكن يكون بيبقى عنده سيكشوال هايبر اكتيفيتي، عشان كده ممكن يعمل بلاوي حرفيا، ممكن يرتكب بعض الايه؟ بعض المحرمات زي ما هنشوف دلوقتي. بص اللي بعدها، بيقول لك ان العيان ده بيبقى عنده الريسبونسبيلتي، هي مش مكتوبه بس هي ده معنى الجمله، معنى الجمله الكبيره دي الريسبونسبيلتي. يعني ايه الريسبونسبيلتي؟ بيعمل اي حاجه بدون اتخاذ العواقب في الحسبان، يعني هو هيعملها كده كده، يبقى اكسسيف انفولفمنت، بيقول لك اكنه بيحشر نفسه او بيعمل بليجبل اكتيفيتيز، نشاطات هي مفرحه جدا، ها، يقول لك النشاطات دي عندها هاي بوتنشال فور بين فول كونسيكونسز، لها عواقب وخيمه. طب زي ايه يا دكتور؟ يقول لك انجيجنج ان ان ستريند باينج سبريس، يعني يروح مثلا يعمل ايه؟ ها، اتضربت في دماغه فجاه، يقوم رايح مثلا هنزل يبيع الشقه مثلا ب 10000 جنيه بس، يا نهار ابيض، يبقى ايه؟ خسر الشقه وما كسبش اي فلوس، ويروح يجيب ال 10000 جنيه دول ايه؟ ها، يروح يجيب بيهم، ينزل بقى بيعمل بيهم شوبينج، يجيب بيهم اي حاجات عبيطه، تمام؟ سيكشوال اندسكريشن، اللي هو ايه؟ اللي هو الطيش يعني الجنسي، اللي هو ممكن يعمل ايه؟ ها، ممكن يعمل محرمات زي ما احنا فاهمين. فولش بزنس انفستمنتس، ممكن ينزل يعمل استثمارات، يقول لك يروح يحط مثلا ال 10000 اللي بيبقى يباع بيهم الشقه دول، تمام؟ وشرد عياله وبوظ الدنيا خالص، يروح مثلا يستثمرهم في حاجه عبيطه، يبقى فولش يعني ايه؟ اللي هو حمقاء او كده، بزنس ايه؟ انفستمنتس، تمام؟ يبقى هو irresponsible، عيان بيبقى irresponsible، تمام؟ طيب بعد كده سيبنا من الجمله دي دلوقتي، بيقول لك significant distress or impairment functioning، هي دي بقى اللي انا عايز اوصل لها يا دكتور، المانيك ايبيزود بيأثر على الايه؟ بيأثر على اللايف ستايل، يبقى functional and social impairment، هي دي الكلمه اللي انا عايز اوصل لها، تمام؟ طيب ركز بقى في الحته اللي جايه اهي، يقول لك يا دكتور المانيك ايبيزود او عيان البايبولر ده غالبا 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 بيبقى برايمري. يعني ايه برايمري يا دكتور؟ يعني مفيش حاجه عملت له الايبيزود دي، او مفيش حاجه عملت له البايبولر ده، يعني هو برايمري طالع لوحده. فيقول لك الحته دي مهمه، نوت ديو تو سبستانس ابيوز. ليه يا دكتور؟ ما هو الموضوع منطقي، انت دلوقتي لو واحد شارب مثلا، شارب حشيش، ما هو اي واحد شارب طبعا بيبقى دماغه فوق السحاب، احنا عارفين ان المانيك ايبيزود دي اصلا هو حرفيا فوق السحاب، العيان مش معانا، تمام؟ العيان مش معانا، فاذا انا اول حاجه لازما اعمل اكسكليوشن للايه؟ لموضوع ان هو ممكن يكون واخد مخدرات او شارب حاجه او كده، تمام؟ فهو في العلالي يعني، تمام؟ او ميديكيشن او جنرال ميديكال كونديشن زي الهايبوثايروديزم، تمام؟ لان الهايبوثايروديزم برضو ممكن تعمل اعراض ايه؟ الثايرويد بيبقى عالي، فالاكتيفيتي بيبقى عالي جدا، النشاط بيبقى عالي جدا، فممكن برضو يحصل نفس الايه؟ نفس الاعراض. يبقى المانيك ايبيزود ببساطه شديده جدا، اللهم صل على سيدنا النبي، ها، قلنا ان هو عباره عن ايه؟ اليفيتد اكسبنسيف اريتابل مود، تمام كده؟ العيان بيبقى حاسس بايه؟ جرانديوزيتي، العظمه، ها، ما بينامش ليه؟ اوفر باور، عنده طاقه، ها، تسارع في الافكار، تسارع وتسابق في الافكار ياثر على الكلام ويعمل له تشتت، ديستراكتابيليتي، العيان ده بيبقى irresponsible، غير مسؤول، ممكن يرتكب جرائم حرفيا، تمام؟ تمام. يقول لك ايه تاني؟ ها، بيأثر على اللايف ستايل. يقول لك برضو حاجه زياده كده، الدكتور كان يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا زي المرضى اللي هم الستات لما يجي لهم النوبه دي، ممكن اللي هو لبسهم بيتغير، طريقه لبسهم بتبقى غريبه جدا، يلبسوا الوان فاقعه كتير جدا، يحطوا ميك اب كتير قوي، ممكن لو واحده مثلا هي لابسه طرحه لا تقلعها، وتبدا انها مثلا يعني تعمل حاجات في شعرها غريبه، تمام؟ فهي اللي هو منظرها بيبقى ايه؟ بيبقى ملفت جدا، يعني بسبب الايه؟ بسبب نوبه المانيا دي، تمام؟ طيب اللهم صل على النبي. يبقى وصلنا في الاخر ان هو بيأثر على الايه؟ بيأثر على اللايف ستايل. طيب نركز بقى مع بعض ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. بص بقى المعلومه اللذيذه اللي جايه دهيا، بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك مانيك لايك ايبيزودز، يعني ايه؟ يعني هي مش مانيك ايبيزود، بيقول لك ان في حاجات هنشوفها دلوقتي، بيقول لك ايه؟ ان ممكن انتي ديبريسنت تريتمنت يعمل لي ايبيزودز لايك مانيا، يعني حاجات نوبه فيها اعراض تشبه المانيا. فانا اجي ابص، الله، طب ما ده كده مانيا. لا، ما احنا اتفقنا فوق ايه يا دكتور؟ ان احنا نعمل اكسكليوشن لاي سبستانس او لاي ميديكيشن زي ايه؟ زي الانتي ديبريسنت. طب هو الانتي ديبريسنت هيعمل لي مانيك لايك ايبيزود ازاي؟ تعالى اما نشوف. طيب احنا دلوقتي عندنا دي هنا كده الديبريشن، صح؟ مش ده الديبريشن اهو، ده كده الديبريشن. طيب هو الانتي ديبريسنت ده عايز يعمل ايه؟ قال لك الانتي ديبريسنت ده عايز يرفع الكلام ده ويوصله يخليه فين؟ يخليه في المنطقه دي كده، صح؟ تاني معلش، انا دلوقتي في الانتي ديبريسنت درج، عايز ارفع الكلام ده واخليه يوصله هنا، صح؟ قال لك مظبوط، عشان ايه؟ عشان اعالج الديبريشن. يوم يقول لك ايه؟ الانتي ديبريسنت ممكن وهي بترفع عشان توصله هنا تقوم ترفعه زياده، ها؟ بص تعمل ايه؟ فتعمل لك ايه؟ فتعمل لك المانيا، يا نهار ابيض، بجد والله، او والله، او تعمل لك مانيك لايك ايبيزود، تمام؟ هي مش شرط تعمل مانيا بالتحديد، لا،
هي هتعمل لك مانيك لايك ايبيزود، بس هي دي الايه، بس هي دي الطريقه يعني. تمام تمام طيب، عيان الباي بولر ده ممكن توصل منه في السيفير كيزز ان هو يحصل له سايكوتيك فيتشرز. سايكوتيك فيتشرز او سايكوتيك فيتشرز، هي ايه دكتور السايكوتيك فيتشرز كده؟ يعني ايه على السايكوتيك فيتشرز اللي هي في الغالبيه من غير ما توجع دماغك، يا هالوسينيشنز يا ديلوشنز. تمام، هو كده كده بيحصل له ديلوشنز صح، اللي هي الايه الجرانديوزيتي. تمام، كده كده بيحصل له ديلوشنز. طيب ممكن برضو يحصل له شويه هالوسينيشنز. يبقى اذا المانيك ابيزود في العموم ما بتبقاش معاها سايكوتيك فيتشرز، لا ما بيبقاش معاها سايكوتيك، او ممكن يكون معاها شويه جرانديوزيتي يعني شويه ديلوشنز. تمام، حاجه خفيفه، لكن ممكن فعلا الموضوع يتطور الى سايكوتيك فيتشرز. سايكوتيك فيتشرز بقى تمام في السيفير كيسز. طيب يقول لك حاجه اسمها مود كونجريونت. يعني ايه مود كونجريونت؟ اللهم صل على النبي، ركز بقى في الحته دي عشان نعرف معناها. يقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك هي سايكوتيك فيتشرز او هلاوس او اوهام يعني ديلوشنز وهالوسينيشنز متناسبه مع المود بتاعي. يعني ايه يا دكتور؟ انا دلوقتي مانيا، انا دلوقتي فوق السحاب، انا طاير، يبقى انا دلوقتي المفروض الهلاوس اللي انا اشوفها تكون ايه؟ ها يقول لك فويسز فويسز توكينج تو بيشنت اباوت هيز ايه؟ هيز سبيشال باورز، بيتكلموا عن ايه؟ قدراته الخارقه، ها بيطلع نار من بقه بقى، بيقيد اللمبه بعينه، ايا كان. تمام؟ اوكيجنالي برضو اوكيجنالي ممكن يحصل برضو شويه فيجوال هالوسينيشن ان هو يشوف ملائكه، ما هو فاكر بقى نفسه نبي. تمام؟ استغفر الله يعني. تمام؟ فهي دي الفكره. تمام، يبقى هلاوس متناسبه مع المود بتاعه، هي دي معنى ايه كونجريونت. عكسها ايه انكونجريونت، يعني هلاوس مش متناسبه مع المود بتاعه. طيب الديلوشنز، هو شايف نفسه ايه جرانديوزيتي، يقول لك يوجوالي جرانديوز ديلوشنز، يقول لك بينج بروفيت اللي هو نبي او برنس امير وهكذا. بيقول لك بيشنتس ويز ديلوشنال ديس اوردر اللي هو الجرانديوز الجرانديوز تايب هاف لونج لاستنج جرانديوز ديلوشنز بات نو مانيك نو مانيك فيتشرز. يعني بيقول لك ان ايه، عارفين انتوا احنا عارفين الديلوشنال ديس اوردر صح، الديلوشنال ديس اوردر اللي احنا خدناه في السكيزوفرينيا. تمام، بيقول لك ان عيانين الديلوشنال ديس اوردر بيبقى احنا عارفين يعني ايه ديلوشنال ديس اوردر، يعني واحد عنده 1 ديلوشن لمده ايه، لمده شهر صح ولا لا؟ فالعيان اللي هو بديلوشنال ديس اوردر ده لو عنده جرانديوز تايب، لا ما بيبقاش نو مانيك فيتشر، ما بيبقاش معاه مانيك فيتشر. يعني الديلوشنال ديس اوردر بيبقى معاه ديلوشن بس من غير مانيك فيتشر، عشان بس نبقى واخدين بالنا ايه المانيك فيتشرز اللي احنا قلناها قبل كده، ها اللي هي البريشر اوف سبيتش او الريسنج ثوتس او الفايت اوف ايدياز او ايا كان. لكن في جرانديوزيتي، عشان بس ما حدش يقول ايه قال لا طب ما كده الديلوشنال ديس اوردر الدكتور فيه جرانديوزيتي يبقى فيه مانيا، لا هو المانيك بتتميز بالكذا حاجه اللي احنا قلناها، سواء جرانديوزيتي او فايت ايدياز او ريسنج او ديستراكتابيلتي او ريسبونسابيلتي او كده، زائد انها بتاثر على ايه، على اللايف ستايل بتاعي. تمام، بص بقى الحته اللي في الاخر دي اللي هي بتوضح لك المود انكونجريونت. بيقول لك ايه، سم مانيك بيشنت، مانيك بيشنت احنا اتفقنا يعني ايه، عيان فوق السحاب، ديفلوب ديلوشنز اوف ها بريسكيوشنز اند ريفرنس. الله، بريسكيوشنز وريفرنس يا دكتور، ده الحاجات دي كانت مع الدبريشن صح ولا لا؟ ها يبقى ديلوشنز بتاعه الدبريشن جايه لي في المانيا، يبقى هلاوس واوهام غير متناسبه مع المود، دي بسميها ايه، ها مود انكونجريونت، عشان بس نبقى فاهمين. طيب الميكسد ايبيزود اللي احنا شفناها، احنا طبعا قلنا ان المانيك ايبيزود عموما ذا سيمتوم دونت ميت كرايتيريا فور ميكسد ايبيزود. تاني يعني بيقول لك ان المانيا، ان المانيك ايبيزود عموما ما لهاش دعوه بالميكسد. امال ايه الميكسد؟ قال لك ميكسد سهله جدا، بيقول لك عباره عن ايه، عباره عن ماني وديبريشن بس، سهله جدا صح ولا لا؟ ولكن بص بقى الحته دي كده اهي، بيحصلوا مع بعض. لا 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 لا، بيحصلوا مع بعض، مش انطق الكلمه بيحصلوا مع بعض. يبقى اذا بيقول لك يا دكتور ايه، ها نفس اعراض المانيا بالظبط، اسبوع اتليست اسبوع، اكتر من او يساوي اسبوع من ايه، من مانيا وديبريشن، الاثنين بيحصلوا ايه، بيحصلوا مع بعض، لا تقريبا كل يوم. طيب بيحصلوا مع بعض في نفس الوقت ازاي يا دكتور؟ يعني مش نوبه طالعه ونوبه نازله؟ لا، طب مش انا قلت لك مانيا وديبريشن يبقى خلاص باي بولر، يبقى انت فعلا باي بولر 1. هتقولي بس يا دكتور انت قلت لي ان في نورمال، قلت لك ممكن يكون في نورمال، ده الاغلب. تمام، ممكن يكون في نورمال، لكن في بعض الحاله اللي هي نوع معين اللي هو اسمه الميكسد ايبيزود. ميكسد ايبيزود يعني في ايه، مانيا وديبريشن مع بعض. فيقول لك ايه، اوفر اكتيف، ده مانيا، اوفر توكاتيف، صحيح، ما هو عيان المانيا ده بيبقى اوفر توكاتيف، انت ما بتعرفش اصلا تتكلم معاه، ما تعرفش تنطق كلمه، ممكن اصلا يتعصب عليك ويقوم يضربك. تمام، بيشنت مي هاف ذا سيم تايم، بيقول لك بروفاوند ديبريسيف ثوتس انكلودنج ايه، سوسايدال ايدياز. الله، يعني عيان عنده اوفر اكتيف اوفر توكاتيف يعني مانيا، وفي نفس الوقت عنده افكار الانتحاريه، ما هي الافكار الانتحاريه دي اصلا ما تبقى مع الايه، مع الدبريشن صح. يبقى بيشنت مي هاف ات ذا سيم تايم عنده في نفس الوقت ديبريسيف ثوتس انكلودنج سوسايدال ايه، السوسايدال ايدياز. فده بقول عليه باي بولر 1. يبقى الميكسد ايبيزود، هي باي بولر 1، بس هي زي ما انا قلت لك هو اختلاف، بس حصل شويه اختلاف اللي هي ايه، ان هما الاثنين بيحصلوا مع بعض. لكن في العموم اصلا البايبولر بتحصل ازاي؟ ها بتحصل بالتبادل، ها اللهم صل على النبي، بالتبادل.
اللي هو الترنيتنج، تمام؟ يبقى دي كده يا دكتور كانت الايه؟ كانت اللي هي المانيك ابيزود. تعالى بقى نخش على طول على الكاركترستكس بتاعت الهايبومانيا. خلاص احنا اتفقنا مع بعضنا ان الهايبومانيا هي عباره عن مانيا، بس في حاجتين مش موجودين فيها. ايه هما؟ نو سايكوتيك سيمتومز. هو عموما اصلا في المانيك ابيزود ما بيبقاش فيه سايكوتيك سيمتومز الا في السيفير كيسز، تمام؟ ولكن انا ممكن اعتبر الجرانديوزيتي بما انها من السايكوتيك سيمتومز فخلاص في سايكوتيك سيمتومز. طيب هل الهايبومانيا معاها جرانديوزيتي؟ لا، يبقى نو سايكوتيك سيمتومز. طب بص، يبقى without functional and social impairment، يعني حياه الشخص ده ما بتتاثرش. امال الشخص ده بيعمل ازاي؟ بيبقى هاي كرياتيفيتي، فيلينج كرياتيفيتي، dont worry about problems seriously. على فكره دي نفس الحاجات في المانيا، بس تحس بقى اللي هو ايه، بتاع المانيا ما بيبقاش حاسس بيها اصلا، لكن بتاع الهايبومانيا هو دماغه فوق السحاب وهو حاسس ان دماغه فوق السحاب، ولكن قادر ان هو يشتغل، قادر ان هو ينزل محاضره، قادر ان هو يسمعك، وقادر ان هو يتكلم معاك. يبقى كرياتيفيتي، dont worry about problems seriously. يقول لك feeling as if nothing can bring you down، مفيش حاجه هتوقعه. have confidence، عنده ثقة. لكن هناك في المانيا قلت لك ايه؟ انفليتد سيلف جرانديوزيتي، عظمة، لكن ده حاسس بشوية ثقة، هناك حاسس بالعظمة. طب فاحنا قلنا هي سيميلر للمانيا اكسبت هايبومانيا از ليسر انتنسيتي، يعني هي ايه؟ اقل في الشدة شوية، زائد كمان الحاجات اللي احنا قلناها اللي هو نو سايكوتيك سيمتومز مهمة جدا دي، وويذاوت فانكشنال ايه؟ وويذاوت فانكشنال اند سوشيال امبيرمنت. نخش بقى على ثالث حاجة معانا، هي الكاركترستكس بتاعت الدبريشن. طبعا الكاركترستيك بتاعت الدبريشن هو جايب لك هنا المختصر، طبعا احنا هناخدها في الميجور ديبريسيف ديس اوردرز بالتفصيل باذن الله، فعشان بس نبقى ايه، تبقى الدنيا حلوه يعني. طيب نكمل كلامنا. الدبريشن بنقول ايه؟ بيقول لك الدبريشن طبعا الكلام اللي احنا عارفينه اللي هو انهابينس، اللي هو هيلبلسنس، اللي هو هوبلسنس، تمام؟ يعني ايه؟ يعني احساس الحزن، هيلبلسنس ان هو ملوش لازمه، ما منوش فايده، هوبلسنس اللي هو مفيش امل، الجيلت، وده مهم جدا، احساس الجيلت اللي هو الاحساس بالذنب، وكذلك الافكار السلبيه. العيان ده بيبقى فيه افكار سلبيه في دماغه بشكل غير طبيعي. طيب العيان ده فيه ايه؟ سليب مور ذان يو نورمال وود، يعني ايه؟ يعني بينام كتير. طب امال المانيا ما بينامش خالص ليه؟ عنده باور، تمام؟ طيب فيلينج تايردنس، لا، يبقى حاسس ان هو ايه؟ حاسس ان هو تعبان، حاسس ان هو كسول، مش قادر يتحرك، على عكس المانيا الراجل ده بيروح ويجي وهكذا. كراينج ايه؟ ها، ان كنترولابلي، يعني بيعيط لوحده كده. طيب يقول لك ايه تاني؟ withdrawing from activities you once enjoyed، اللي هي الايه؟ الانيدونيا، تمام؟ العيان ده الحاجات اللي بتخليه يستمتع ما بقاش يستمتع بيها. staying in bed for days، يعني ايه؟ ها، يقعد في الـ في الـ في, الـ في السرير لمده طويله. ممكن يحصل له ويت لوس او ويت جين على حسب هو بقى ياكل كتير ولا بقى ما ياكلش خالص. يبقى اذا الدبريشن يا دكتور بيبقى معاه حاجات كتيره جدا احنا عارفينها، اللي هو الانهابنس، اللي هو الهيلبلسنس، الهوبلسنس، الجيلت، وكذلك الحاجات اللي احنا قلناها، بينام كتير، بياكل كتير او ما بياكلش كتير، ويت لوس، ويت جين، staying for bed، تعبان، بيعيط، انيدونيا، وهكذا. طيب بيقول لك الدي اس ام 4، بصوا انا ايه، هي مش مهمه بس انا دعبست فيها كده، لقيت ايه؟ لقيت الدي اس ام 4 ده، الدي اس ام ده عموما ايه؟ بيقول لك ان الدي اس ام ده هو مرجع الامراض النفسيه، مرجع، يعني ده اللي هو فاهم الحاجه المقدسه بتوع كل السايكاتريست كلهم بيرجعوا له في الامراض والحاجات دي، وهو اللي بيحط الحاجات دي كلها، تمام؟ بيقول لك ان هو كان ليه كذا فيرجن، الاحدث منهم المفروض ده دي اس ام 5، تمام؟ احنا شفنا دي اس ام 5 دي تقريبا في محاضره تقريبا الانكزايتي على ما اعتقد يعني، وشفنا دي اس ام 4 برضو، تمام؟ فهو بيقول لك دي اس ام 4 كل شويه يحدثه، كل شويه يطوره، عشان كده كان بيقول لك في الاول ايه اللي هي في بريفيسلي كانت بتسمى مانك ديبريشن او ديبريسيف، ما دلوقتي خلاص ما بقاش اسمها كده، فاهم الفكره؟ طب الدي اس ام اختصار لايه منطقيا؟ دايجنوستيك ستاتستيكال مانيوال اوف منتال ديس اوردرز. فهو الموضوع منطقي شويه وفعلا له علاقه بالايه، بالسايكاتري، تمام؟ دايجنوستيك اند، عشان لو حد حابب يكتبها يعني، ده طبعا statistical manual of mental disorder اللي هو ده الفيرجن 4 يعني. طبعا معلومه ملهاش اي دلالتين لازمه، بس معلش سامحوني يعني. طيب حبيت اشاركها معاكم يعني، انا عرفتها فحبيت اشاركها. طيب بيقول لك هاز ليست اوف سيمتومز، بيقول لك ليست اوف سيمتومز يعني ايه؟ ان عشان اشخص ديبريشن بيقول لك انه لازم يكون عنده مثلا خمسه او اكتر بريزنت ديورنج ايه؟ تو ويك بيريود. طبعا اعتقد ان احنا عارفين المعلومه دي يعني. يعني بيقول لك ان اللي هو لو عنده الاعراض دي، خمس اعراض مثلا من الحاجات اللي احنا قلناها في الديبريشن لمده اسبوعين، اشخص ان هو في ايبيزود ديبريشن، تمام؟ طب المانيا، ها، اعراض المانيا ثلاثه او اكتر، ولكن لو كان الريتابول مور كنت بقول اربعه لمده قد ايه؟ لمده اسبوع، تمام؟ كده احنا الحمد لله خلصنا الايه؟ السيمتومز اللي بتحصل في العيان بتاع البايبولر. ما حدش يجي يقول لي يا دكتور يعني كل السيمتومز دي بتحصل في نفس الوقت او بتحصل مثلا وهو ورا بعض في نفس اليوم، لا لا، هي على حسب الابيزود، على حسب الاتاك هي فيه. طيب واحد هيسال سؤال لذيذ انا سالته انا كمان، يعني بيقول لك ايه؟ طب يا دكتور هو العيان ده جالي مانيا، هشخص بايبولر ازاي؟ مش المفروض استنى ديبريشن؟ قال لك خد دي. ايه يا دكتور؟ العيان لو جه مانيك ايبيزود هو فوريا بايبولر 1 من غير نقاش. ليه يا دكتور؟ لان المانيا على مستوانا احنا نيفر الون، ما بتجيش لوحدها،
طب عموما ريرلي الون، لان ممكن تيجي لوحدها تمام، لكن على مستوى لا هي ما بتجيش لوحدها، يبقى مانك حصل له مانك ايبيزود، يبقى لازم هيجي له ديبريشن، لازم هيجي له ديبريشن، واخد بالك؟ يبقى خلاص العيان ده جالي مانيا، هو انا شخصته باي بولر 1 لانه هيجي له ديبريشن، فانا بلحقه بقى في الاول تمام، قبل ما يجي له الايه، قبل ما يجي له نوبه الايه الديبريشن، فهمت الفكره ولا لا؟ تمام اللهم صل على. لكن الديبريسيف بقى احنا ممكن طبعا ايه، ماشي هنشوفها، مش عايزين نسبق، مش عايزين نسبق الاحداث. طيب ماشي نكمل كلامنا بقى ان شاء الله، نصلي على النبي. طيب بيقول لك يا دكتور ان الـ ان البايبولر ده لما بيجي للاطفال بيختلف عن الادلتس، يعني لما بيجي في ايرلي، في ايرلي اونست بيختلف عن الليت اونست. هيختلف في ايه؟ يعني مثلا الادلت ده طبعا هو التيبيكال، يعني بيحصل فيه الاعراض التيبيكال، وده حاجه انا مش بقلق منها، او حاجه اللي هو ايه ده ده الحاجات اللي انا عارفها، هو بتيجي في الادلت عموما. لكن لو جت بقى بيقول لك هنعرفها هنشوفها قدام، حاجه اسمها ديفيكالتيز او صعوبات لو جت في الاشخاص دول، منهم التشيلدرن. ما اعرفش هو حط المعلومه دي هنا ليه، يعني المفروض مكانها قدام بس مش مشكله. بيقول لك ان هي لو جت للتشيلدرن اول حاجه، بص دي بيقول لك ايه، ليس ايفيدنت، مفيش ادله، ار ذا كلاسيك سيمتوم اوف مانيا. انا مش عارف احدد مانيا ولا لا. بص بقى الاعراض، بيقول لك ايه، irritability، depression، لا يقول لك lack of mood reactivity، يقول لك قله التفاعل المزاجي، rejection sensitivity، يقول لك اللي هو الرفض او كده، اللي هو رافض كل حاجه او كده يعني. قال لا، فاذا الموضوع اللي هي لما الباي بولر لما بتيجي للتشيلدرن الموضوع بيبقى مختلف، والموضوع ممكن يكون اصعب، وهيبقى ليه اعراض هنقولها هنكررها تاني قدام، بس نعرف دور يعني. هو الكلام بعد كده باذن الله خلاص هيبقى خفيف يعني، ما فيهوش حاجه تمام. يبقى بنقول ايه يا دكتور؟ بنقول irritability، depression، lack of mood reactivity، rejection، وقلت لك ان هو ليس ايفيدنت ايه؟ للكلاسيك سيمتوم. الايفالويشن بقى، خلاص نخش بقى على البيشنت. البيشنت جالي انا لازم اعمل له ايفالويشن، انا لازم اقيم البيشنت. طيب انا هقيم البيشنت من حيث ايه يا دكتور؟ اول حاجه لازم اميك شور، اتاكد من ايه؟ نو اذر ميديكال كونديشن، ان العيان ده ها ما عندوش ميديكال كونديشن عملت له المود او الثوت ديستربنس ده، ما عندوش ميديكال كونديشن عملت له البايبولر، او عملت له الايه؟ عملت له مانيك لايك ايبيزود زي ما احنا شفنا، او ما فيش اي ادويه او سبستانس ابيوز زي ما هنشوف دلوقتي تمام. ليه يا دكتور؟ الموضوع بيختلف، طبعا بيختلف، لان مثلا لو الشخص ده مثلا عنده هايبر ثايروديزم وعامل له المشكله دي، خلاص انا هعالج الهايبر ثايروديزم، الشكرا شكرا، العيان خف. طيب واحد مدمن كحول، خلاص انا هخليه يبطل كحول، فهمنا الفكره؟ يبقى اذا الموضوع هيختلف. يبقى اول حاجه لازم اتاكد ان مفيش ميديكال كونديشن هي اللي عامله لي المشكله. طيب فيزيكال اكزامينشن، يعني هبدا افحصه بقى فيزيكال، ابص عليه وكده. طيب لوك لوك فور بوسيبيليتي اوف سبستانس ابيوز. طب انا هعرف ازاي دكتور ان هو سبستانس ابيوز من الفيزيكال؟ هبص بقى مكان الحقن، لو بيضرب حقن ولا حاجه هيبقى في ايه، هتبقى بتبان طبعا. طيب سيفتي اوف انديفيدوال، يعني ايه سيفتي؟ هل هو فكر في الانتحار، فكر يقتل حد؟ بشوف الايه تمام. لا سوري معلش، سيفتي اوف انديفيدوال، هشوفه هو يعني ايه. انا صح، انا لا مش انا نزلت معلش انا اسف. طيب نرجع تاني، احنا في البريفورم اوف فيزيكال اكزامينشن، ماشي انا اسف. قلنا فيزيكال اكزامينشن لوك فور بوسيبيليتي اوف سبستانس ابيوز تروما تو برين، يعني الشخص ده مثلا عور نفسه. انا قلت لك ان الموضوع ايه، ها ممكن يحصل اجيتيشن، ممكن يتخانق على فكره تمام، فممكن تحصل خناقات كتير، فممكن يجي له تروما، فانا بشوف لو في تروما للبين او حاجه. سيجر ديس اوردرز، الحته دي بقى مهمه جدا، وعايزين نصلي مع بعض على النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لك ان في بعض حالات المانيا بيجي لها اعراض زي الابيليبسي، في بعض حالات المانيا بيجي لها اعراض زي الابيليبسي تمام، فممكن يحصل معاها سيجرز او تشنجات، يحصل معاها شويه ايه سيجرز او تشنجات. فانا عايز اشوف هل في تشنجات بتيجي للعيان ده، عايز اشوف هل العيان ده مثلا متعور او كده، برضو ممكن نعمل له شويه اشعاعات او كده، نشوف هل مثلا في مشكله في البرين نفسه تمام، تروما او كده. طيب بعد كده بريفورم بقى الصحه العقليه، مينتال هيلث ايفالويشن، اللي هو بنعمل مينتال ستيتس اكزامينشن، بنشوف اللي هو الايه حاله اللي هو العقل، بنشوف ايه اسس المود، بنشوف المود بتاعه عشان نعرف هو في انهي ايبيزود. مش انا قلت لك عشان بس ما تحطش في بالك اسس، طب انا هاسس المود ليه يا دكتور؟ ما هو كده كده مانك. لا انا قلت لك عيان باي بولر، ممكن يكون مانيا، ممكن يكون ديبريشن، ممكن يكون هايبومانيا، ممكن يكون ايه دس ساينيا، فعشان نشوف انهي نوع، باي بولر 1 ولا 2 ولا سايكلو صح، ولا ميكسد باي بولر 1، فعشان نفهم الكلام فانا باسس المود بتاعه. الكوجنيتيف ابيليتيز، المهارات العقليه. سيفتي اوف انديفيدوالز، هنا بقى يقول لك سيفتي اوف انديفيدوال، اللي هو افكر في الانتحار قبل كده ولا لا، وهكذا. اكزامين فورمز اوف ايه اوف سايكوزس، ليه يا دكتور؟ عشان اشوف العيان ده وصل مني لسيفير مانيا ولا لا، وهكذا تمام. او السايكوزس اللي هو مثلا من النوع الديلوشنز او الهالوسينيشنز اللي بتحصل مع الدبريشن، فاذا انا باسس عشان اعرف هو في انهي تايب، انهي سب تايب. طب هو وصل في السب تايب دي قد ايه، ها زي ما احنا بنقول اللي هو مثلا هو مانيا ولا هايبومانيا ولا ديساينيا ولا ديبريس ولا كده تمام. كويس جدا، ناخد بالنا من حته السيشر ديس اوردر دي عشان هنحتاجها قدام. طيب ايه تاني؟ بيقول لك سبجكتيف اكسبيرينس اوف بيشنت،
يعني ماشي، اللي هو اكسبيرينس، اللي هو خبرات المريض او كده، او التجارب بتاعته او هكذا. طيب فاميلي سايكاتريك هيستوري دي مهمه جدا بقى. الدكتور اصلا تقول لك ايه؟ يقول لك ان الـ ان اللهم صل على محمد، الهيستوري بتاع العيان ده سواء كان منه هو او من الفاميلي مهم جدا، والفاميلي هيستوري مهم جدا. ليه يا دكتور؟ ده هيساعدني، بيساعد عموما، ده عموما في السايكاتري بيساعد جدا في الايه؟ في التشخيص. تمام؟ يبقى انا كده عملت تقييم للايه؟ قيمت حاله العيان، عرفت هو انهي سب تايب، عرفت فكر في الانتحار ولا لا، عرفت من خلال الايه؟ من خلال التقييم اللي احنا قلناه. طيب البريفلانس بقى كلام في الفاضي. البريفلانس يعني الانتشار، بيقول لك والله يا دكتور ان الميل زي الفيميلز بالظبط، نو ديفرنس. بيقول لك الايج بيجي في الاول ايجز بس، لكن زي ما احنا قلنا في الاول ان هو هايست بريفلانس، منتشر اكتر ما بين الناس من 18 ل 24 سنه. طيب فيرست ديجري ريلاتيفز يعني يا دكتور؟ بيقول لك ان من الفاميلي هيستوري اللي انا خدته، لو لقيت مثلا ان والده او والدته عنده المشكله دي، فده بيزود جدا انسيدنس البي بي. تمام؟ لا مش خدت هيستوري بقى، لا لو في والده او والدته عنده، فلا ده بيزود الانسيدنس بتاع البي بي جدا، اللي هو البايبولر يعني. تمام؟ بيقول لك افكتفلي افكتس، انا اسف، رافلي من واحد لكل 100 ادلت. ماشي يا عم. طيب هي دي بقى اللي انا عايزك تاخد بالك منها. بيقول لك فيري ليتل داتا اباوت كيدز اند تينيجرز. زي ما احنا اتفقنا، هو اصلا ده بيجي فين؟ بيجي للادلتس، الموضوع بيحصل للادلت اللي هو من 18 ل 24 سنه. فلما الاقي المشكله دي جايه لشخص كيد مثلا، طفل صغير او تينيجر اللي هو مراهق مثلا، من سن البلوغ لحد قبل ال 18 سنه، ده شكل المراهق. تمام؟ فيقول لك انها فيري ليتل داتا، فهي مش بتحصل كتير، مش بتحصل له كتير. تمام؟ زائد انها لو حصلت بتحصل، بيبقى شكلها ايه؟ بيبقى شكلها غريب شويه. اوكي. بيقول لك فعشان كده بقول ايه؟ زي ما احنا لما قلناهم فوق، لما قلنا حوار التشيلدرن فوق، اللي هو الاريتابيليتي والديبريشن ونقص المود وحاجات غريبه كده. بيقول لك ان العيان ده بيبقى لينكد تو ديستربد الكتريكال اكتيفيتي، يعني ممكن يؤثر على كهربه المخ، يعني كهربه المخ ممكن ايه؟ تتاثر. تمام. يبقى احنا كده اتكلمنا في ايه بعد احنا اتكلمنا في الاول خالص من الاخر كده، عشان بس نبقى في، يلا صحصح معايا بقى، صحصح معايا عشان نخلص الليله دي. اللهم صل على النبي. طيب اول حاجه عرفنا يعني ايه مود اصلا، بعد كده عرفنا المشاكل اللي ممكن تحصل في المود، وبعد كده عرفنا ان انا عندي مرضين، باي بولر ديس اوردر وديبريشن، وبعد كده عرفت يعني ايه باي بولر ديس اوردر، ها الترناتيف، طالع نازل طالع نازل، السب تايبس واحد اثنين، وعندنا سايكلوثايميا سايكلوثايميا كرونيك. اوعى تنسى اوعى تنسى اللي احنا قلناه في الاول في الشرح غير اللي مكتوب في الكتاب. هنمشي على ايه؟ هنمشي على الكتاب بس، انا ابقى فاهم ايه اللي اتقال في الشرح في الاول. عرفنا الابيزودز، المانيك ابيزود عامله ازاي، عرفنا الفرق ما بينها وما بين الهايبومانيا، وعرفنا كمان الدبريشن عامل ازاي. قيمنا البيشنت، وعرفنا معلومه قيمه شويه الى حد ما، وهنقولها تاني وهنكررها تاني، ها، ان الموضوع ده بيجي في الادلت في العموم من 18 ل 24 سنه، منتشر جدا، لكن لما يجي في اقل من كده الموضوع بيبقى ايه؟ بيبقى صعب شويه. البريفلانس طبعا يعني اعرفوه برضو. طيب الكورس بقى بتاع المرض ده، وهنتفاجئ مفاجاه غريبه شويه. الكورس بتاعه اول حاجه انيشال سايكل، يعني اول بتاع ده، اول نوبه تيبيكالي ميجور ديبريسيف ايبيزود. لا 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 لا، انت كده يا دكتور هتوديني في داهيه. ليه يا عم؟ انا دلوقتي حاطط في بالي ان العيان ده هيجي لي مانيا فاشخصه باي بولر. طب العيان ده لو جالي في الاول ديبريشن، هشخصه ديبريشن ولا هشخصه باي بولر؟ انا سالت والله هذا السؤال ولكن لم احصل على اجابه. يعني هو قال لك ايه؟ ان في اعراض بتبقى مصاحبه للموضوع، يعني مثلا ايه؟ من الايفالويشن او تقييم لحاله العيان، من الايفالويشن او التقييم بتاع حاله العيان، هعرف اذا كان هو العيان ده هيخش في ايبيزو الثانيه فيبقى باي بولر، ولا العيان ده هو ديبريشن ميجور ديبريسيف ديس اوردر، يعني عيان اكتئاب وخلاص، ففي سيمتومز ثانيه او ساينس ثانيه طبعا انا مش عارفها، واحنا مش مهتمين ان احنا نعرفها، انت بس تبقى عارف المعلومه ان هو بيبدا بايه؟ بديبريشن، وتبقى شايل في دماغك خالص الموضوع ده، وتبقى حاطط في بالك الوقت طالع نازل طالع نازل، بس خلاص ما تلوتش على دماغك. تمام؟ ريكفر، ها زي ما احنا اتفقنا، بيرجع ايه اللي هو نورمال بتوين، ها ريلابس يرجع تاني وهكذا، طالع نازل طالع نازل بس. طيب بيقول لك ان انا في عندي حاجه اسمها الرابيد سايكلينج، يعني رابيد سايكلينج اللي هو السايكل اللي احنا عمالين نرسمها دي. تمام؟ احنا قلنا في الاول ان السايكل دي يا دكتور ممكن ايه؟ اللهم صل على النبي. بيقول لك ايه؟ بيقول لك بيقول لك ان الايبيزود دي او النوبه دي زي ما احنا اتفقنا، هو بيقول لك الرابيد سايكلينج هي ممكن تيجي بسرعه، بس ولكن احنا قلنا في الاول ايه؟ انها ممكن تيجي، وده برضو انا اتاكدت منه من الدكتوره. الدكتوره قالت ايه؟ يعني عشان برضو اللي هو الموضوع كان بيلخبط شويه، الدكتوره تقول لك ايه؟ هنا طبعا يعني اكيد اكثر خبره واكيد يعني ايه شايفه حالات. ف طيب احنا ولا شيء دلوقتي، يعني ملتزمين بالكلام المكتوب وخلاص. تمام. طيب نكمل. فاحنا بنقول ايه يا دكتور؟ فاحنا بنقول زي ما انت فاكر سالتها، طب هو الانيشال سايكل، طب هو جالي ديبريشن انا اعرف منين؟ فهي قالت لي دي بتاعتي انا، ما فكك
تمام. طيب الرابيد سايكلينج زي ما احنا اتفقنا برضو هي نفس الكلام، احنا قلنا ان هو العيان ده ممكن يجي له نوبه واحده يقعد معاه وقت طويل وتتكرر تاني بعد سنتين، ممكن تبقى رابيد، يحصل حاجه اسمها رابيد سايكلينج نعرفهم برضو. رابيد سايكلينج بيقول لك 4 ايبيزودز في السنه، الترا رابيد من 5 ل 364 ايبيزود في السنه، يعني كل يوم ايبيزود. الترا التريديان اللي هو اكتر من 365 ايبيزود في السنه، يعني ايه؟ يعني كل يوم مثلا نوبتين او كده. تمام، ده الكورس بتاع البتاع ده بتاع المرض. نعرف بس المعلومه دي مهمه شويه، ان هو بيبدا بالايه؟ بيبدا بالدبريشن، لانه ممكن مثلا يجي لك يقول لك سؤال، يعني ما اعرفش بس ما اعتقدش يجي له سؤال، انت تبقى عارف المعلومه وايه وخلاص، لان الدكتوره والله وقفنا نشوف الدنيا ماشيه ازاي، يا دكتوره طب نركز على المهم ومش عارف ايه، فالمحاضره كلها ايه؟ المحاضره كلها مهمه. وهو بص يعني ده مش مفاجاه، احنا عارفين الموضوع ده يعني من قبل ما نخش، لو حد سال او كده المحاضرات كلها مهمه وكل الكلام اللي فيها مهم نعرفه. يعني انا حاسس ان انا بحبطكم بس انا محبط والله زي زيكم. طيب نكمل كلامنا. البايبولر ديس اوردر اللي هو الديفيكالتيز بقى، الديفيكالتيز اللي احنا عمالين نهاتي فيها من الصبح، اللي هو الصعوبات. يعني ايه صعوبات؟ يعني لما يجي في ناس اللي هو مش الادلت، اللي هو مش التيبيكال، اللي هم زي مين يا دكتور؟ زي التشيلدرن، زي الصغيرين، زي الادولسنس اللي هم التينيجرز اللي قبل سن 8 قبل سن 18، ولما بيجي برضه في البريجنانسي. تمام، طيب لما نيجي نتكلم نقول ايه؟ ها يقول لك لما يجي في الاطفال يعمل لهم هايبر اكتيفيتي، والهايبر اكتيفيتي از ذا موست كومن. بس انت قلت لي فوق يا دكتور ديبريش، معلش كلها معلش، يبقى هايبر اكتيفيتي از ذا موست كومن، يقول لك ميكس باي بولر ديفيكالت تو دايجنوز. فانت ممكن تعمل ايه؟ يعني مش تقولها، يعني ايه؟ انت تبقى عارف اللي فوق وتبقى عارف ده، ان الشخص ده بيبقى عنده ايرتابيلتي، بيبقى عنده ديبريشن، بيبقى عنده نقص في المود، وبيبقى في نفس الوقت هايبر اكتيفيتي. طب انا هشخصه ايه ده؟ يبقى هو صعب في التشخيص صح ولا لا؟ طيب الادولسنت بيقول لك سيمتومز هي شبه الادلت شويه، ولكن في حته بقى اضافيه، ان هو الادولسنت ده هو سهل عليه يعمل كذا حاجه، سهل عليه ينتحر، سهل عليه يدمن على حاجه سبستانس، سهل عليه انه يخش في سايكوزس، يعني يخش في سيفير مانيا. تمام كده، او يخش في سيفير باي بولر. فهي اذا الموضوع ممكن ايه؟ يتطور الى صعوبات. يبقى لما يجي في التشيلدرن بيبقى صعب جدا ان انا اشخصه، يقول لك ميكس ديفيكالت تو دايجنوز، مش عارف اشخصه ليه؟ قلت لك ان في كذا حاجه، ها اريتابيليتي، ديبريشن، نقص وهكذا، وهايبر اكتيفيتي از ذا موست. طيب انما في الادولسنت يبقى سيمتومز سيميلر تو ادلت، ولكن السايكوزس كان بي بريزنتيشن اوف باي بولر، والسبستنس ابيوز كان بي بريزنت ويتش ميك دايجنوزس برضه في ديفيكالت. ليه دكتور؟ هيجعل الدايجنوز ديفيكالت. واحد جاله مانيا، المانيا دي خلته يعمل ايه؟ يدمن على 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 سبستنس معينه، فالشخص ده جالي، فانا لما حللت له عرفت ان هو مدمن. طب يبقى انا كده اشخص ايه؟ ان العين ده مانيك بسبب الادمان، او جاله مانيك لايك ايبيزود. لا، هو طلع هو مانيا، فاذا الموضوع هيبقى ايه؟ صعب عليا ان انا اشخصه. في البريجنسي برضو لما بيجي للحوامل الموضوع طبعا ايه؟ بيبقى فيه متابعه شديده، يقول لك بلاننج، ان انا ببدا اخطط للست دي از انسيستي بيكوز اوف ميديكيشن، وبيكوز اوف ميديكيشن يعني الادويه اللي بتاخدها اللي هتاخدها عشان علاج السايكوزس ما تاثرش على الجنين وما تاثرش على الحمل وكده. فالموضوع محتاج خطط شديده جدا، محتاج ان انا افصل علاج حرفيا للعيان. تمام، طبعا حته برضو الافاليويشن بتاعه البيشنت، احنا في السايكاتري عموما اللهم صل على النبي لازم نعرف البيشنت وتفاصيل كل حاجه، عشان احنا حرفيا بنفصل له العلاج عشان يناسبه. يعني العلاج بيبقى متفصل عليه، فلو واحده جالي بريجننسي مثلا زي ما احنا شايفين العلاج بتاعها بيبقى مختلف. تمام، لان ليه بقى؟ لان انا شخصيتي غير شخصيتك، غير شخصيتها، غير شخصيتهم، فكل واحد ليه شخصيه معينه. في مثلا يقول لك في ايه؟ شخص كئيب بطبعه صح ولا لا؟ شخص كئيب بطبعه، هل لما يجي له اكتئاب، لما يخش بقى في اكتئاب بجد، هيبقى زي الشخص اللي هو مبسوط وفرحان وكده وضغوطاته قليله يخش في اكتئاب؟ اكيد لا، ده ممكن يريكفر بسرعه، ده لا، ده ممكن يحتاج علاج بسيط جدا، لان ده ممكن يتحجز في مستشفى، ممكن يفكر في الانتحار. فهي دي الفكره ان الشخصيات مختلفه، وده هياثر على المرض وكمان هياثر على العلاج. كمان بيقول لك بيحصل مع البريجنانسي رابيد سايكلينج، ممكن تحصل، يعني احنا في العموم زي ما احنا اتفقنا هي مش بتحصل، ولكن في حاجه اسمها رابيد سايكلينج. يعني تاني معلش، هو في الكورس ممكن يحصل رابيد سايكلينج، لكن مش في الكورس دايما بيحصل رابيد سايكلينج. طيب وات كوزز اوف باي بولر، هو جاب لك البيولوجيكال كوزز. طبعا فكك من الويل كونكتد والحاجات العبيطه دي. اولا هو بيقول لك ان هو نو سنجل كوز، يعني مفيش سبب واحد معين هيعمل لك الباي بولر. عارفين زي ايه؟ زي السكيزوفرينيا مثلا، ما كنت او زي الانكزايتي، ايا كان، بقول لك يا دكتور ان هو جينيتك على ستريس على ما اعرفش شويه بيولوجيكال يعمل لك الموضوع ده كوكتيل. تمام، فهي دي الفكره. فبيقول لك نو سنجل كوز مي ايفر بي فاوند فور باي بولر ديس اوردر امونج ذا بيولوجيكال فاكتورز اوبزرفد ان باي بولر ديس اوردر ديتكتد باي يوزنج ايميجنج، اللي هو تصوير، يعني مثلا ايه؟ جايب لك عين باي بولر، فيبدا ان هو يصوره ويبدا يدرس المخ بتاعه. تمام، زي ما عرفنا ان هو بيبقى عنده ايه؟ كهرباء زياده في المخ. فلقوا ايه؟ لقوا شويه الحاجات دي نعرفهم. بيقول لك اوفر سكريشن اوف كورتيزول اند ستريس هرمونز. ايه الستريس هرمونز والايه والكورتيزول؟ يعني حصل زياده في الافراز. ايه تاني؟ اكسسيف انفلكس للكالسيوم انتو برين سيلز، يعني لقينا ان الكالسيوم عالي جدا في خلايا المخ. يبقى اول حاجه افراز في الكورتيزول والستريس هرمون، تاني حاجه كالسيوم انتو برين، عشان ما حدش يحط في باله دوبامين سيروتونين الحاجات دي. نفرق
كل مرض عن التاني. سكيزوفرينيا مثلا دوبامين اكتر، انكزايتي وبتاع ده كان بيبقى نقص في الجابا وسيروتونين اكتر، فعشان عشان ده هيأثر على العلاج، وده برضو يعني تحطه في بالك عشان ما اجي اقول لك، لما اجي اقول لك مثلا هل الاس اس ار اي ينفع في باي بولر؟ لا، هو ملوش علاقه بالسيروتونين اصلا، فين الفكره؟ ممكن ينفع في ديبريشن، ينفع في ديبريشن لما نيجي نتكلم عنه ان شاء الله. المهم، يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ البيولوجيكال فاكتورز في الباي بولر، قلت لك ايه؟ اوفر سكريشن للكورتيزول والستريس هرمون، اكسسيف انفلكس للكالسيوم انتو برين. في حاجه كمان بقى غريبه جدا، لما جينا نعمل دراسات للمخ لقينا حاجه غريبه بقى، الهايبر اكتيفيتي في مناطق في المخ ولو اكتيفيتي في مناطق تانية في المخ، وده هيأثر على السيمتومز اللي بنشوفها. يعني تعالى ما نشوف هايبر اكتيفيتي في الايه، يقول لك هايبر اكتيفيتي في الايموشن والموفمنت. لا لا لا، فيبقى العيان ده ايه؟ ها، فيبقى والكوردينيشن، فيبقى العيان ده ايه؟ ها بيتحرك اللي هو في ايه؟ هايبر اكتيفيتي، صح؟ طيب لو اكتيفيتي في مناطق معينه في المخ زي ايه دكتور؟ زي الكونسنتريشن. فعلا العين ده ما بيبقاش مركز في حاجه، ديستراكتد. الاتنشن، الانهبيشن والجادجمنت، احنا اتفقنا العين ده اصلا ايرسبونسبل، واحد نزل باع شقته ب 10000 جنيه وراح حطهم مثلا في، يعني ما اعرفش، اشترى بيهم اي حاجه عبيطه وباع، تمام كده؟ اشترى بيهم بيلي مثلا، فايه ده الجادجمنت ازاي؟ فهيتاثر، طبعا هيتاثر. فبيقول لك ان في هايبر اكتيفيتي ولو اكتيفيتي في ايه؟ في بعض المناطق. يبقى دي الكوزس بتاعت الباي بولر. طيب يا رب ماشي. الحته اللي جايه ده طبعا كلام كتير جدا، بس اللي انا معلم عليه ده بالظبط هو ده اللي تقراه، لان ده ان شاء الله ده الايه؟ ده المختصر المفيد يعني. هو طبعا ما تحسوش ان انا معلم على كل حاجه، لكن لا بجد يعني ايه، هنقول هنقرا كله برضه يعني. طيب الحته دي مهمه برضه يعني لحد ما. بيقول لك هاو سيريس يعني ما مدى خطوره الباي بولر ديس اوردر، ما مدى خطورة البايبولر ديس اوردر؟ قال لك ممكن يحصل منها كذا حاجة. أول حاجة ممكن يحصل منها ريسك فور سويسايد، الانتحار. تاني حاجة ممكن تحصل منها ثينكينج اند ميموري بروبلمز. تالت حاجة سبستانس ابيوز. رابع حاجة افكت اون لافد وانز. خامس حاجة ايكونوميك بيردن. عايزين نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة يا دكتور ريسك فور سويسايد، بيقول لك إن من 15 ل 20% اوف بيشنت اللي بيعانوا من البايبولر ديس اوردر واللي ما بياخدوش أدوية دونت ريسيف ميديكال اتنشن بيرتكبوا الانتحار او بينتحروا، تمام؟ بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان البايبولر 1 ديس اوردر، نفتكر مع بعضنا على طول، يجي في بالك بايبولر 1 يبقى مانيا وديبريشن. بيقول لك ان اكتر من 50% من الحالات انتحروا سويسايد. بيقول لك ايه؟ ان ريسك الانتحار بيزيد قوي 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 مع ايه؟ مع اثناء الديبريسيف ايبيزود، وده منطقي جدا اثناء الانتحار، لان العيان بيبقى حاسس بالذنب، حاسس ان هو ملوش لازمه، حاسس ان هو زعلان، فبيبدا ان هو ينتحر، تمام؟ ايه تاني؟ بيشنت وذ ميكسد مانيا. الميكسد مانيا دي يا دكتور اللي هي الميكسد ايبيزود اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هو مانيا وديبريشن، اللي هي بايبولر 1 بس كانت مانيا وديبريشن بيحصلوا مع بعض، تمام؟ انت بوسيبل هوين ات ماركت اريتابيليتي اند البارانويا. البارانويا هنا مش ما يجيش في بالك البارانويد تايب بتاع السكيزوفرينيا، دي حاجه ودي حاجه. البارانويا اللي انا اقصدها هنا ان مثلا واحد عنده ديلوشنز وهالوسينيشنز العادي، او واحد عنده ديلوشنز عموما، تمام؟ البارانويا يعني اعرفها بس على كده ان هو احد السمسم. فبيقول لك ان ده بيزيد جدا معاه الموضوع، تمام؟ بيزيد قوي 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 مع اليونج تشيلدرن. احنا اتفقنا اصلا ان الموضوع لما بيجي في الصغيرين او لما بيجي في الادولسنس الموضوع بيبقى خطير او بيبقى صعب، تمام؟ يقول لك حتى مور سيفيرلي ال، بيبقوا ايه؟ يبقى الموضوع ايه؟ بيبقى الموضوع اصعب كتير. اكوردنج تو ستادي، كلام فاضي ملوش اي 30 لازمه، تمام؟ يبقى ريسك فور سويسايد، طبعا بيبقى في ريسك. بيقول لك من 15 ل 20% من الناس اللي عندهم بايبولر وما بياخدوش الدواء ما تعالجوش يعني بينتحروا. بيقول لك ان البايبولر 1 50%، طبعا دي دراسه في زمان فانت تعرفها بس وخلاص، 50% الناس اتحرت. بيقول لك ان الريسك ده بيزيد جدا مع اثناء الديبريسيف ايبيزودز، تمام؟ وان البيشنتس اللي عندهم ميكسد ايبيزود، تمام كده، اللي احنا خدناها قبل كده، والريتابيليتي وبارانويا برده بيزيد عندهم ريسك. وحته مهمه جدا برده نعرفها ان هو برده بيزيد مع الايه؟ مع التشيلدرن اكتر. تاني حاجه and memory problems، الموضوع بيأثر على الشورت اند لونج تيرم ميموري. طبعا الكلام اللي فوق ده يعني مش مهم، فاهمني؟ يعني اعرف بس الكلام، يعني ات ووز ريبورتد، انا ماشي يا عم قرار. بيأثر على ايه؟ على الشورت اند لونج ميموري، تمام؟ بفارينج ديجريز، يعني بدرجات مختلفه. سبيد اوف انفورميشن بروسيسنج، اللي هو ايه؟ اللي هو البروسيسنج بتاع الانفورميشن جوه دماغي. والمنتال فلكسبيليتي كمان، اللي هو المرونه الايه؟ ها، مرونه العقل، تمام؟ طيب قال لك حاجه غريبه جدا، شوف دي بقى، ان الميديكيشن يوزد فور بايبولر ديس اوردر، الادويه اللي انا بستعملها للبايبولر ممكن تكون هي السبب في انها بتاثر على السينكينج والميموري. يقول لك هاويفر could have been responsible for some abnormalities more research is needed، يعني بيقول لك ان في ابحاث بتتعمل عشان ناكد او ننفي هذا الموضوع، تمام؟ بس يبقى ثينكينج ماشي بيأثر على الشورت واللونج تيرم، ماشي يا عم. السبستانس ابيوز بيقول لك طبعا ايه؟ بيقول لك اللهم صل على النبي، ان السيجاريت سموكينج، دي حته برضو يعني ماشي، السيجاريت سموكينج بيبقى منتشر جدا في مرضى الباي بولر، تمام؟ ويقول لك ايه؟ وخصوصا الناس اللي عندهم ايه؟ سايكوتيك سيمتومز،
يبقى سيجاريت سموكينج بيبقى منتشر جدا، وخصوصا الناس اللي عندهم سجاير. بص بقى الحته اللي جايه هي بيقول لك بعض الخبراء بيتوقعوا ان النيكوتين اللي موجود في السجاير ده يعتبر سيلف ميديكيشن، يعني يعتبر دواء. يا نهار ابيض بجد والله، والله بسبب تاثيره على الايه، بسبب تاثيره على البرين، فدي حاجه غريبه جدا. بيقول لك برضو ان في بعض الناس من البايبولر يقول لك ل 60% من الناس ممكن يابيوز، اللي هو يبداوا ان هم يدمنوا بعض المواد زي الكحول، الماريجوانا، الكوكايين، وهكذا. يبقى ده السبستنس ابيوز. الافكت اون لافد وان، يعني بيقول لك ايه، ان الموضوع طبعا بيبقى مؤثر جدا على عيلته. ازاي بقى يا دكتور؟ حتى الموست لافينج فاميليز اللي هم ابوه وامه اخواته مراته ولاده ايا كان، الكير جيفرز برضو اللي هم مقدمين، يعني بيقول لك ايه، ان هم صعب ان هم يخلوا الموضوع اوبجكتيف. احنا عارفين كلمه اوبجكتيف من ساعه الكوميونتي لما كنا بنقول خليك موضوعي مع العيان، يعني لو عيان جاي لك عنده الايدز ما تحتقروش وتقول ان هو انت لازم تموت وكده، لا خليك موضوعي مع العيان. فصعب ان انت تكون موضوعي معاه، اللي هو انت هتزهق، وده طبعا يعني طبيعي، واللي هو سمباتيتك انك تبقى متعاطف مع الموضوع. ليه؟ يعني هو صعب يقول لك ايه، ان العيان ده اصلا عمال يعمل لي فوضى، كاوس، ماشي، بيعمل لي ايه، بيعمل لي فوضى، تمام، وبتبقى ان اكسبكتد وبتبقى بيريوديكالي، فاهم الفكره؟ فانا اللي هم الفاميلي يقول لك ايه، ما بتستحملهوش، فيودوه لايه، يقول لك يوديه دار اللي هو ايه، المستشفى الامراض العقليه. بيقول لك حتى ان بعض الفاميلي ممبرز بيحسوا بايه، بيحسوا اللي هو الينيتد، معناه ان هو بيحس ان هم بيبعدوا عنه او ينفروا منه، تمام. وكمان ايه يا دكتور، بالذات مع الناس اللي عندهم منتال ايلنس، مش شرط باي بولر بس، تمام. وكمان بيقول لك ان هما بيكتموا على الموضوع، يعني ما يعرفش يقول لك ان هو يروح مثلا يقول لك ايه للاكوينتنسز اللي هو المعارف والاقارب، ده انا ابني مثلا عنده كذا او عنده مرض اضطراب، ولا لا خالص، هما بيحاولوا ان هما يكتموا على الموضوع. فده الايفكت على اللافد وان. الايكونوميك بيردن اللي هو العبء الاقتصادي، بيقول لك طبعا الموضوع بيبقى فيه كوستس او مكلفات، دايركت كوستس او اندايركت كوستس، قلت لك اللي هو بيشنت كير او السويسايد او اللي هو الانستيتيولوجي institutionalization اللي هو ايه، تجهيز المؤسسات المخصصه اللي هو الدور المخصصه او المستشفيات المخصصه للامراض العقليه، تمام. فده طبعا مكلفات، والسويسايدز كمان، والبيشنت كير. طب الاندايركت اللو برودكتيفيتي، العيان ده ايه، ها، اللوست برودكتيفيتي بتاعت العيان ده، انا فقدت ايه، عماله. انفولفمنت اند كريمنال جاستس، ايه، ها، سيستم اللي هو برده ممكن يحصل جرائم من الموضوع ده. بيقول لك ان بعض الناس ما بيبقاش عندهم تامين صحي، فبالتالي ايه، بيضطروا ان هم يدفعوا الموضوع ويدفعوا هم على حسابهم. وكمان ان في بعض الناس ايه اللي هو unable to afford medical treatment، ما يقدرش ان هو ايه، ان هو اللي هو يبقى معاه تكاليف، يعني الايه، تكاليف العلاج، اللهم صل على سيدنا النبي بتاعه، تمام كده، تمام. بس هو ده الايه، ده السيريس بتاع البايبولر، انت بس تقراه كفهم بس مش اكتر، انت تبقى فاهم الريسك فور سويسايد الثينكينج، ما تقعدش تحفظ الارقام والصفحه دي كلها كده كحفظ على بعضها. طيب نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونخش على، احنا الحمد لله قربنا نخلص اهو. الكوموربيديتي، الكوموربيديتي ممكن يبقى معاه بعض الامراض زي الاي دي اتش دي اللي هو مرض اضطراب فرط الحركه، اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديس اوردر، بنسبه من 60 ل 80%، فده اكتر حاجه. يبقى لك ممكن مثلا اكتر حاجه بتبقى كوموربيد مع البايبولر تقول له الاي دي اتش دي. ممكن العيان يبقى معاه او دي دي، اوبوزيشنال ديفيانت ديس اوردر، ده بيقول لك ان هو مرض او اضطراب العناد. العيان ده بيبقى عامل ايه، العيان ده اللهم صل على محمد بيبقى اللي هو انكو اوبريتيف، غير متعاون، وديفينت دي معناها متحدي وهوستايل، عنف. الكوندكت ديس اوردر اللي احنا طبعا اتكلمنا عنه في المحاضره بتاعه التشايلد، بنسبه من 70 ل 75%. ممكن يبقى معاه سبستانس ابيوز، ودي من السيريسنس اللي احنا اتكلمنا عنها، من 40 ل 50%. وكمان ممكن يبقى معاه انكزايتي ديس اوردر من 35 ل 40%، ان هو يصاب بالقلق. يبقى اذا اي دي اتش دي، او دي دي، سي دي، سبستانس ابيوز، وانكزايتي ديس اوردر. بدل ان هو بس كده يفكرك بالباي بولر ديس اوردر، اضطراب اللي هو الابيزود اوف مانيا والاي دي اتش دي، عشان يوريك الفرق. يعني مثلا بيقول لك ان الباي بولر ديس اوردر، الكلام القديم بقى بيقول لك ان هو توكاتيف زان يوجوال، بريشر تو كيب توكينج، تمام. بيقول لك ديستراكتابيليتي، الكلام اللي احنا عارفينه، انكريز ان جول دايركت اكتيفيتي، والسايكوموتور ايجيتيشن. عايزين بس نبص على حته السايكوموتور ايجيتيشن دي. السايكوموتور ايجيتيشن، ايجيتيشن معناها اللي هو تهيج او اضطراب. السايكوموتور دي معناها ايه، بيقول لك يا دكتور ان انت عندك حاجه اسمها سايكيك ستيت اللي هو حالتك النفسيه. بيقول لك ان حالتك النفسيه دي بتاثر على الموتور ستيت اللي هو السلوك بتاعك. فانت لو حالتك النفسيه كذا هتؤثر على سلوكك فتعمل كذا، لو حالتك النفسيه كويسه جدا هتبدا ان انت تنتج وهتبدا ان انت تذاكر وهكذا. طب لو حالتك النفسيه زي الخرا وما فيش والدنيا بايظه معاك خالص، ها، هتبدا بقى انك ترقد في السرير ومش قادر تقوم ولا تعمل اي حاجه خالص، تمام. فاذا عيان البايبولر ده ممكن يبقى معاه سايكو موتور ايجيتيشن، تمام كده. طيب الاي دي اتش دي بقى، الكلام اللي احنا خدناه في التشايلد، فده ترجع له للتشايلد، هو نفس الكلام بالظبط. يقول لك اوفن استي ديستراكتد، ان هو ممكن يتشتت اكتر باكسترينس ستيمولاي، والاون جو والدريفن باي اللي هو باي موتور، ده طبعا بالتفصيل جمله بالمثل في التشايلد، نرجع لها وان شاء الله تكونوا ذاكرتوها، يعني يعني ان شاء الله تكونوا ذاكرتوا المحاضره دي، تمام كده. احنا الحمد لله خلصنا ما قبل التريتمنت، احنا كده عرفنا ايه يا دكتور،
احنا كده عرفنا حاجات كتيره جدا وحاجات جميله جدا. نصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام وناخد نفسنا. ها خلاص احنا ان شاء الله قربنا نخلص التريتمنت بسيط جدا باذن الله. ماشي بطمنكم بطمنكم. طيب وات از باي صف العظيم. طيب احنا خدنا ايه يا دكتور؟ احنا اول حاجه اتكلمنا عن ايه؟ اللهم صل على النبي. احنا اول حاجه اتكلمنا عنها هو المود. عرفنا يعني ايه مود اللي هو المزاج، وبعد كده اتكلمنا على المود ديس اوردر، وعرفنا ان انا عندي اربع مود ديس اوردر: مانيا، هايبومانيا، ديبريشن، ديس ثايميا. اتكلمنا ان انا عندي مرضين: باي بولر ديس اوردر وام دي دي اللي هو ميجور ديبريسيف ديس اوردر. اتكلمنا عن السب تايبس بتاعتنا، عندنا باي بولر 1، باي بولر 2، والسايكلو والكلام ده. بعد كده اتكلمنا عن الايبيزودز، المانيك ايبيزود والحاجات المرتبطه بيها، وعرفنا ان ممكن يحصل معايا سايكوزس، وعرفنا حاجه اسمها ميكسد ايبيزود، وعندنا حاجه اسمها وعرفنا الهايبومانيا وفرقها عن المانيا. بعد كده عرفنا الكاركترستكس بتاعت الديبريشن، تمام. بعد كده عرفنا ان الموضوع ده لما بيجي في الاطفال بيبقى ارخم شويه، بيبقى معاه شويه حاجات غريبه: الريتابيليتي ديبريشن، لاك اوف مود رياكتيفيتي، وريجكشن. وكمان زي ما احنا قلنا هناك في الجدول بتاع الديفيكالتيز، قلنا ان هو بيبقى معاه هايبر اكتيفيتي، فالموضوع بيبقى صعب التشخيص يعني. وبعد كده بدانا ان احنا نعمل ايفالويشن للبيشنت، والايفالويشن للبيشنت ده هيساعدني في التريتمنت، هيساعدني في التريتمنت جدا يعني. وبعد كده عرفنا شويه في البريفلانس، عرفنا الكورس، وعرفنا ان اول حاجه بتظهر هو الدبريشن، عرفنا ان ممكن النوبات تحصل بشكل رابد، وممكن تحصل بشكل رابد اكتر مع البريجنسي، عرفنا الديفيكالتيز اللي هي هتقابلني في الشيلدرن، في الادولسنس، في البريجنسي. وبعد كده عرفنا ايه اللي ممكن يسبب الباي بولر اللي هو بيولوجيكال فاكتور، عرفنا ان هو بسبب زياده الكورتيزول او الاستريس هرمون او الكالسيوم او الهايبر اكتيفيتي، ونلاقي هايبر اكتيفيتي ولو اكتيفيتي في مناطق من المخ. وعرفنا السيريسنس ده صفحه بالرغم يعني انا شايفها اسهل صفحه بجمال والله، الموضوع سهل يعني. ريسك سويسايد خطر الانتحار، تمام. عرفنا عنه شويه كم معلومه كده: ثينكينج اند ميموري بروبلمز، سبستانس ابيوز، وافكت اون لافد وانز، والايكونوميك بيردن العبء الاقتصادي. وبعد كده عرفنا الكوموربيديتي يعني ايه الحاجات اللي ممكن تيجي معاها. الاي دي اتش دي هي اكتر حاجه ممكن يجي معاها، او دي دي اللي هو اضطراب العناد، وعرفنا بيتميز بايه لو ما خدناهوش. ما اعرفش احنا خدناه في اللي ما خدناهوش تقريبا في الـ في الـ ما خدناهوش تقريبا في الـ في المحاضرات السنه دي، بس نبقى عارفينه يعني حاجه بسيطه هو عنه يعني. والكوندكت ديس اوردر طبعا ده بنسبه 70 ل 75. ثالث حاجه عندنا اللي هو اللهم صل على النبي سبستانس، ورابع حاجه عندنا الانكزايتي. طيب تعالى بقى نخش على العلاج يا دكتور، ونصلي على النبي كده عليه الصلاه والسلام، وناخد نفسنا ونسترجع شويه ذكريات الفارما. اول حاجه عايز اطمنك واقول لك ان اغلب الادويه هم 6 ادويه ان شاء الله سهلين جدا، اغلبهم احنا عارفينهم قبل كده بجد. اه والله يعني الاسماء مش هتبقى غريبه علينا، لا ان شاء الله. شكرا على الطمانينه دي. طيب التريتمنت اوف باي بولر ديس اوردر اولا بيقول لك ان هو عباره عن فور فيز بروسيس، يعني هي عباره عن عمليه بتتكون من 4 مراحل. عايزين نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونجيب التريتمنت في شويه. اول حاجه ايفالويشن زي ما احنا قلنا، يبقى ان انا لازم اقيم العيان، لان انا اتفقت معاك ها شخصياتنا مش زي بعض، فبالتالي المرض اللي هيجي لكل واحد مش هيبقى بنفس الخطوره، تمام؟ فبالتالي العلاج بتاع كل واحد هيبقى مختلف، يبقى لازم اعمل ايفالويشن، تمام؟ ولازم اعمل دايجنوزس للبريزنتنج سيمتومز، انا لازم اعرف هو في انهي ايبيزود عشان ابدا احدد العلاج. اكيوت كير الرعايه اللي هو الشديده، وكرايسيس ستابلايزيشن اللي هو ده كنايه عن ان انا لازم اسيطر قوي على السايكوتيك سيمتومز، وكمان سويسايدال او هوميسايدال ايدياز اللي هو افكار القتل او الانتحار لازم انا اسيطر عليه، لان احنا اتفقنا من الاخر كده انا بعالج عيان السايكاتري ده عشان ما يأذيش نفسه وما يأذيش اللي حواليه. موفمنت توورد فولي ريكفري فروم ديبريسد او المانيك ستيت، انا بحاول ان انا ارجعه تاني للايه؟ للطبيعي. هو كان طالع نازل طالع نازل، لا انا هحاول ان انا ايه؟ اثبته في الطبيعي. اتينمنت اند مينتيننس، انا بعد ما ارجعه بقى بعد ما اعمل له الريكفري ده، بعد ما اعمل له ريكفري احاول ان انا اثبته في اليوثيميا، في اليوثايميا. ايه يا دكتور اليوثايميا دي؟ هي الويل ستيت اللي هي الايه؟ اللي هو التايم اللي ما بين التو ايبيزود. فاكر لما كنا بنقول ان هو بينزل نورمال؟ اهي دي بقى الفتره اللي بينزل فيها نورمال اللي هي اسمها ايه؟ يوثايميا، يوثايميا اللي هي الويل ستيت. يبقى دول الاربعه فيزز. اول حاجه ايفالويشن، لازم نقيم هو في انهي حاله، لازم اسيطر على سايكوتيك سيمتومز وسويسايدال وهوميسايدال اكتيفز، لازم ولابد حد ارج ريكفري من الديبريست والمانيك ستيت، ولازم اثبته او احافظ عليه في وضع الايه؟ اليو اللي هو يوثايميا، تمام. ده فور في مش مهم. طيب التريتمنت بقى يا دكتور، قال لك صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، كلام بسيط جدا باذن الله. اول حاجه امبيشنت كير، تمام، الرعايه بتاعه المريض. اسس ذا بيشنت، ان انا ابدا ان انا اعالجه واقيمه كده. دايجنوز الكونديشن، ماشي. انشور السيفتي اوف بيشنت اند اذر، مهمه جدا اللي هي حته السويسايدال والهوميسايدال اهي. ذا كير از نيسيسري فور ايه؟ سايكوتيك فيتشر سويسايدال اند هوميسايدال ايديشنز اللي هو الافكار، افكار قتل او افكار انتحار، تمام كده. يبقى لازم احافظ على الحته دي. طيب انتي ديبريسنت ثيرابي ليه؟ عشان الدي بي اللي هو الديبريشن ايبيزود، صح ولا لا؟ مش انا عندي ديبريشن ايبيزود، يبقى ندي ايه؟ انتي ديبريسنت ثيرابي. طيب يا دكتور هل هعتمد على الانتي ديبريسنت ثيرابي؟
تعالى كده نفكر. فاكر المانيك لايك ايبيزود؟ اه، لما كنت بدي الانتي ديبريسنت فيرفع لي قوي فيرجعني في مانيك. اه، طب ايه بقى؟ ايه الموضوع؟ هو العيان ده عنده ايه في الاول كده؟ معلش ركز معايا، هو العيان ده عنده ايه؟ قال لك العيان ده عنده طالع نازل طالع نازل. طب انا هدفي ايه؟ اثبته. قال لا لا، ايه؟ اثبته. اثبت ايه؟ اثبت المود. يبقى هدي حاجه اسمها مود ستابيلايزرز، وده اهم 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 حاجه في العلاج، مود ستابيلايزر. ان انا هدي حاجه ايه؟ حاجه تثبت المود. طب ايه المود ستابيلايزرز اللي عندي يا دكتور؟ انا عندي 6 مود ستابيلايزرز هنتكلم عنهم بالتفصيل كمان شويه. يقول لك اسمها حاجه اسمها ليثيوم كربونيت، بديك نبذه يعني، صوديوم داي فالوبروكس، فالوبروكس اللي هو الفالوبروك اسيد، والكربامازيبين. طيب حلو قوي. يبقى اول حاجه يا عم عملت البيشنت كير، تاني حاجه اديت له انتي ديبريسنت اللي هنتكلم عنهم ان شاء الله في محاضره الدبريشن، مش انا اللي هتكلم عنه. طيب الانتي سايكوتيك ايجنتس، اه الانتي سايكوتكس عشان الديلوشنز وعشان الهالوسينيشن، مش احنا اتفقنا ان العيان ده ممكن يبقى معاه سايكوزس؟ قال لك اه. طب ايه ادويه الانتي سايكوتيك اللي احنا خدناها في السكيزوفرينيا؟ زي ايه يا دكتور؟ الريزيبريدون اللي هو سكند جينيريشن، والهالوبريدول اللي هو الفيرست جينيريشن. ده من يعني جاب لك مثال من السكند ومن الفيرست، تمام؟ الريزيبريدون دي يعني هي دي من السكند، هي مش مكتوبه، مش مكتوبه في الجدول بتاع السكند، بس الدكتوره كانت قالتها انها من السكند يعني، تمام؟ يبقى الريزيبريدون والهالوبريدون. طب ايه تاني يا دكتور؟ الاي سي تي، الكهرباء لكهرباء العيان، لكهرباء العيان ده مهم جدا. الالكترو كونفالسيف ثيرابي مهم جدا. بيقول لك امبيشنت بيزس سي في، بتحصل امتى؟ في السيفير كيزز، في الحالات الريزيستنت، في الحالات المستعصيه. يبقى بيشنت ريكوير هوسبيتاليزيشن اوفن، يعني غالبا لازم انا اخليه في المستشفى. طب ليه يا دكتور؟ لانه بيقول لك انه بيحصل معاه ميموري لوس قبل وبعد التريتمنت. يبقى انا عشان اعمل للعيان ده جلسات الكهرباء بعمل له بحجزه في المستشفى، تمام؟ ممكن يحصل له ميموريز. بص بقى، فاستر ذان ميديكيشن فور ثيرابيوتيك ريسبونسز، اسرع من الايه؟ من الميديكيشن. يبقى انا بستعمله للايه؟ للحالات السيفير، حاله سيفير جدا خلاص دخلها اي سي تي على طول عشان نخلص، تمام؟ طيب الميديكيشن طبعا. اه بص، بيقول لك ان الاي سي تي هو مش حل جذري او حل نهائي، لا هو حل يعني انا ستيل بحتاج الميديكيشن، ميديكيشن ار ستيل ريكوايرد، ار ستيل ريكوايرد ان مينتيننس ايه؟ ان مينتيننس الفيز بتاع التريتمنت، تمام؟ يبقى مهم جدا الكلام ده، يعني اي سي تي مش بستعمله لوحده، لا هو بستعمله عشان اللي هو بيقول لك ايه؟ بلم الاعراض، بلم السيمتومز دي، فانا بستعمله. يبقى اذا تاني يا دكتور، ايه هي الادويه او ايه هي التريتمنتس، الطرق تريتمنتس اللي انا هعملها؟ اول حاجه انبيشنت كير، بعد كده امتي ديبريسنت ثيرابي في الدبريشن ايبيزود، منطقي. طيب وبعد كده مود ستابلايزر، مود ستابلايزر، مود ستابلايزر، وامتي سايكوتيك من اللي احنا خدناهم في المحاضره بتاعت الاسكيزوفرينيا. المود ستابلايزرز بقى باذن الله الموضوع ان شاء الله هيكون بسيط، يعني ما تتخضش من الجدول ده. وعندنا برضو ايه، ما ننسى طبعا السايكوثيرابي والسايكو ايديوكيشن، مش هننساهم، هنقولهم برضو في الايه، في الاخر كده سريعا. ناخد نفس، يلا بينا. مود ستابلايزرز، اللهم صل على النبي. اول حاجه دكتور اتفقنا مع بعضنا يعني ايه مود ستابلايزرز، يعني حاجه انا عايز ارجع بيها المود بتاع العيان بدل ما هو طالع نازل طالع نازل طالع نازل، ان انا اثبته عشان ايه؟ عشان اريح العيان وانا كمان ارتاح. حلو قوي. ايه الموضوع بقى؟ احنا خلاص اتفقنا مع بعضنا. اول حاجه اول حاجه قبل ما نشوف الادويه دي، هي ماشي، بيقول لك ايه الادويه دي؟ ممكن اخد دواء واحد او ممكن كومباينيشن، يبقى مي الون اور كومباينيشن. حلو. ايه تاني؟ بيقول لك هتتبع خطه اسمها ستارت لو جو سلو. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ما تبداش بجرعه عاليه قوي بكميه اللي هو ايه مثلا، اللي هو ايه مثال، جرعه كل يوم، جرعه كل يوم، ده اسمه ماشي بسرعه وجرعه كبيره. لا، ستارت سلو، ستارت لو جو سلو، بالراحه على مهلك، وجرعه وجرعه قليله. ليه؟ عشان اتجنب، احاول اتجنب الاعراض. حلو قوي الكلام ده. طيب ايه المود ستابلايزرز اللي عندي؟ الموضوع سهل جدا ومش محتاج منك تسكيمه، يعني حاجات بسيطه بس احنا ان شاء الله هنسكم والدنيا هتبقى زي الفل يعني. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يقول لك يا دكتور اهم مود ستابلايزر عندي هو الليثيوم. الليثيوم ده يقول لك سحر، سحر كده في العلاج بتاع الموضوع ده، ليثيوم كربونيت. يبقى ده اهم ايه؟ اهم مود ستابلايزر. يبقى اهم مود ده، اقوى مود لازم ده اللي تدور عليه، اول حاجه تدور عليها في الاختيارات، مود ستابلايزر ليثيوم كربونيت. طيب الليثيوم كربونيت معرفش دي تقريبا الاسماء التجاريه، بيقول لك ليثوبيت، ليثوبيت او حاجه اسمها ايه اللي هو الاسكاليث سي ار. طبعا مش هنحتاج نسكمها، ليه؟ فيها كلمه ال اي اف، ده ليثيوم اختصار ليثيوم، فخلاص اي حاجه فيها ال اي اف، ال اي اف ايه؟ ال اي تي اتش يعني ليث، اللهم صل على النبي. يبقى ايه؟ يبقى ده خلاص مود ده ليثيوم، ليثيوم كربونيت. سهله سهله، حلو قوي الكلام ده. يا دكتور انا في كل دواء هتكلم عن كومن ادفيرز افكتس، موضوع سهل باذن الله برضو، وسبيشال كونسيرنز. الدوزس مش مهمه، الدوزس مش مهمه، الارقام يعني مش هتقعد تحفظ ارقام وكده. طيب اولا انا عندي 6 ادويه، عندي ايه يا دكتور؟ 6 ادويه، نقراهم سريعا مع بعض. اول حاجه ليثيوم كربونيت، تاني حاجه صوديوم، صوديوم فالوبرويكس او ديفالوبرويكس، تمام كده، اللي هو الفالوبرويك اسيد.
بعد كده عندنا كربامازيبين، ايه ده انا سمعت الاسم ده قبل كده، وجابابنتين، ايه ده برضو سمعت الاسم ده قبل كده، ولاموترايجين، ايه ده اللاموترايجين برضو سمعت الاسم ده، والتوبيراميت، احنا سمعنا كلنا الاسماء دي قبل كده، مش غريب، مش غريبه علينا، ايقاعها مش غريب علينا. مين الجديد؟ الليثيوم والصوديوم، وحتى الصوديوم سمعناه قبل كده. يقول لك يا دكتور صلى على النبي، طيب عليه الصلاه والسلام، اول حاجه هنتكلم عنها باذن الله الليثيوم. يقول لك يا دكتور الليثيوم كربونيت زي ما احنا اتفقنا هو اهم واحد في المود ستابلايزرز، اهم واحد ليثيوم كربونيت. طيب الكومن ادفيرز افكتس اللي ممكن تحصل منه، بيقول لك ممكن يعمل ليثارجي، ليثارجي خمول او سيديشن، بص اغلبهم بيعمل خمول او سيديشن. طيب يعمل تريمور، شويه ارتعاشات، يعمل اللي هو ايه انيوريسز. يعني ايه يا دكتور انيوريسز؟ بص من الاخر كده، الليثيوم يحب قوي قوي يروح يبوظ في الكدني، تاني الليثيوم يحب قوي قوي انه يروح يبوظ في الكدني. طب انا لما اروح ابوظ في الكدني هعمل ايه؟ انيوريسز. ايه الانيوريسز دي؟ يوريناري انكونتيننس. يعني ايه؟ يعني انا مش عارف احفظ البول بتاعي. يقول لك بعمل زي الاطفال بيد ويتنج، ابيل السرير وانا نايم بالليل، انيوريسز. اعمل ايه تاني؟ ويت جين، يقول لك هايبو ثايروديزم، بيقول لك بتحصل في 5 ل 10% من النيوشن، مش مهم قوي. المهم عندي انك تعرف حاجتين، ايه هم؟ اول حاجه انه بيروح ياثر على الكدني، يعمل ايه؟ يعمل انيوريسز. يعمل ايه تاني؟ بوليوريا، ويعمل بولي ديبسيا. ايه علاقه البوليديبسيا بالبوليديبسيا دي؟ يعني عطش. ايه علاقتها بالبوليوريا؟ يعني ايه بوليوريا؟ يعني بيتبول بشكل كتير. طيب بيتبول كتير، هتربط الثلاثه ببعض، انيوريسز يعني ايه؟ وبيد ويتنج بسبب ايه؟ انه بيجي له حمام كتير، يبقى بوليوريا. طب انا لما اعمل اتبول كتير وافقد ميه، افقد ميه، افقد ميه، يبقى يحصل لي ايه؟ بوليديبسيا، يعني افضل عطشان. حلو قوي الكلام ده. يبقى دي اول حاجه مهمه. ثاني حاجه مهمه، يروح ياثر يعمل هايبوثايروديزم. يبقى تاني حاجه يعمل ايه؟ هايبوثايروديزم. تمام كده، تمام. يبقى تاني الليثيوم يعمل حاجتين، يروح ياثر في الكدني، يكره قوي الكدني، يعمل ايه؟ ها، انيوريسيس، بوليوريا، بوليديبسيا، عطش نتيجه التبول كتير، هايبوثايروديزم. يعمل ايه تاني؟ دايابيتس انسيبيدس، اللي هو السكر الكاذب. دايابيتس ايه؟ مش دايابيتس ميليتس، دايابيتس انسيبيدس اللي هو السكر الكاذب، مع شويه الكومن ادفيرز افكتس اللي هو الخمول والسيديشن اللي بتحصل اصلا مع كله، على شويه الويت جين، على الكلام الفاضي ده. تمام. طيب الدوزس، هو بيقول لك الحته دي في الدوزس مهمه، يعني بيقول لك ايه؟ ماست بي ادجستد باي مونيتورنج سيرم ليفل اند بيشنت ريسبونس. لازم اقيس واتابع الكونسنتريشن بتاع الليثيوم، لازم، لان لو الليثيوم زاد، يعني الكونسنتريشن بتاعته زادت، ممكن يعمل الاعراض دي بشكل سيفير. فانا لازم اعمل مونيتور، ها، للايه؟ للتركيز بتاع الليثيوم، ولازم اشوف كمان الايه؟ البيشنت ريسبونس، استجابه المريض لهذا العلاج. تمام. امال ايه تيد وكده؟ دي انا بصراحه يعني ايه كان عندي فضول يعني اعرفها. بي اي دي وتي اي دي وكيو اي دي، دي اختصارات ايه؟ تي اي دي تراي، يعني 3 مرات في اليوم. كيو اي دي يعني 4 مرات في اليوم. بي اي دي يعني مرتين في اليوم. تمام، بس يعني نعرفها. طيب ده اول ايه؟ اول علاج عندي الليثيوم. تاني علاج الصوديوم. طيب الصوديوم يا دكتور، الصوديوم. طيب ايه الكلام اللي تحته ده؟ صوديوم، اللهم صل على النبي، صوديوم داي فالوبرويكس او الفالوبرويك اسيد، اسمه في تجاري ديباكوت او ديباكين. طب انا هسكم ازاي؟ سهله جدا، صوديوم الديب الشرير، الديب اللي هو الايه؟ ديباكوت، ديباكين، سهله. الشرير اللي هو ديفل، معلش شر شرير مش هتفرق يعني، ماشي الدنيا، ديفل، يبقى ديفالو، ديفالو بروكس. طب ديفالو بروكس جاي، يبقى جاي فالوبرويك اسيد. تمام كده، يبقى ده الصوديوم، خلصنا من الصوديوم. الصوديوم يعمل ايه يا دكتور؟ يعمل سيديشن، يعمل بليتليت ديسفانكشن، يعمل ليفر ديسيز، ويت جين. بص بقى، الصوديوم يكره قوي 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 الليفر والبول مارو. يبقى لسه كان بيكره قوي 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 مين؟ الكدني والثايرويد جلاند. طب الصوديوم يكره قوي 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 مين؟ الليفر. فيعمل لك ايه؟ يعمل لك اليفيتد ليفر انزيمز، يا نهار ابيض، يعمل لك ليفر ديسيز، يروح على البول مارو، يعمل له بول مارو، بول مارو سبريشن. تمام، تمام، بس كده. يبقى سيديشن، بليت، كلام فاضي. طيب الاربع ادويه اللي بعد كده يقول لك ان دول انتي ايبيليبتيك او انتي كونفالسانتس. لا 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 لا، فاكر يا دكتور فوق لما قلنا ان العيان ده ممكن يحصل معاه نوبات من السيجرز؟ قال لك قال لك ان وجد ان الانتي ايبيليبتيكس او الانتي كونفالسانتس دي ممكن استعملها كمود ستابلايزر، انها تظبط لي المود بتاع العيان وتحسنه لي. ايه هم دول؟ الكربامازيبين، الجابابنتين، اللاموترايجين، التوبيراميت، ودول احنا فعلا شرحناهم في محاضره الايبيليبسي. طب يا دكتور بعد اذنك، ممكن تسكيمه كده على السريع من تحت لفوق بقى عشان نعرفهم بالترتيب؟ توبي ولامو جابوا كرب، توبي توبيراميت، ولامو لاموترايجين، جابوا جابابنتين، كرب كربامازيبين. سهله، مفيش اسهل من كده، وانت اصلا عارف الايه؟ انت اصلا عارف الاسماء الادويه، الاسماء التجاريه بقى، ماشي ماشي حالك بقى. تمام. طيب نكمل كلامنا. الكربامازيبين يقول لك يا دكتور الكربامازيبين ده عامل ايه؟ سيديشن، دراوزنس، نفس الكلام بالظبط، سيديشن، دراوزنس. تمام. ممكن يعمل شويه حاجات تانية، يعمل سبريسد دبليو بي سيز، يعني يروح ياثر على كرات الدم البيضاء. امال الصوديوم كان بياثر على البليتلت، يعمل ايه تاني؟ راش، يعمل ليفر توكسيسيتي، ولكن ده رير جدا جدا، رير. طيب
امال ايه اللي هو بقى السبيشال يعمل لك ايه؟ بون مارو سبريشن ودراج دراج انتر اكشن، ولكن الاساس بون مارو سبريشن. تعرف تحفظها ازاي بجد؟ تحفظ الجدول من فوق لتحت بصمجه كده. يعني الليثيوم بالترتيب اول حاجه كانت كيدني وثايرويد، الثانيه اللي بعدها ليفر وبون مارو، اللي بعدها بون مارو بس، وهكذا. اللي بعدها هنشوفها دلوقتي. الجابابنتين، او قبل ما نقول الجابابنتين، بيقول لك ان الكربامازيبين ده هو دواء كويس يعني بستعمله، ولكن في منه حاجه اسمها اوكسي كربامازيبين. بيقول لك ان الاوكسي كربامازيبين ده اكتبوه عندك، يعني بيفضل لو طالب للطلاب لانه ما بيعملش سيديشن، تمام؟ لكن الكربامازيبين بيعمل ديزنس ودراونس، فده هيأثر على مستوى الطالب الدراسي اللي هو اسمه تيج ريتول. اسمه ايه؟ تيج ريتول، ده الاسم التجاري بتاعه. طيب بعد كده الجابابنتين اللي هو نيورونتين، ده طبعا انكمان يوز، ما بقتش استخدمه قوي يعني. بيقول لك بيعمل هيدك، بيعمل فتيج، بيعمل اتاكسيا يعني ترنح، يعمل ديزنس، يعمل شويه سيديشن، ويت جين، هما كلهم يعتبروا مشتركوا في نفس الاعراض. وبيعمل حاجه اسمها ويذدرول سيشرز، مش هو بيعالج السيشرز؟ قال لك اه، يعمل لك لما تيجي تسحبه يعمل لك شويه سيشرز. طيب اللاموتراجين، لاموتراجين اسمه لامكتال، لامكتال سهل جدا اهو، لاموتراجين لامكتال، مش محتاج حاجه، يعمل سيديشن، يعمل ديزنس، يعمل نوزيا، يعمل ايميسيس، ايميسيس يعني تقيؤ، ديبلوبيا، اتاكسيا، هيديك، سليب ديسربشن، بيناين راش، كلام فاضي. طيب ايه دكتور الحاجه المخصصه بقى؟ ستيفن جونسون سيندروم. ايه ده ستيفن جونسون اللي احنا خدناه في الايه، في الديرما المحاضره الموديول اللي فات، ها، اللي هي الاريثيما مالتي فورم ميجور، مش لازم ترجع لها، اعرفها وخلاص. ستيفن جونسون، يبقى ستيفن جونسون مع اللامو. طيب تو بايراميت، تو بايراميت اللي هو التوبا ماكس، توبا ماكس تو بايراميت يعمل ايه؟ نفروليثيزس، حصوات على الكليه. بص بقى التوبايراميت اللي هو اخر واحد كدني وليفر، مين اللي كان كدني بس او الواحد الليثيوم، مين اللي كان ليفر؟ ها الصوديوم، سهله ايه، يبقى الليفر مع الصوديوم والكدني مع الليثيوم. طب الاثنين بقى مع بعض، تو بايراميت اللي هو التوبا ماكس يعمل نفروليثيزس اللي هي حصوات على الكلى، يعمل سايكوموتور سلوينج. السايكوموتور اللي احنا خدناها السايكيك ستيت والموتور ستيت يعمل فيها سلوينج. سونرنس اللي هو النعاس، يخلي الشخص ده ينعس، اللي هو سيديشن، يعني غالبا كده كلهم بيعملوا سيديشن، تمام؟ طيب بيقول لك ان انت لازم تقلل الجرعات في حالات اللي هو ليفر اند رينال امبيرمنت. بس خلصنا عمل الجدول اهو، جدول ما فيهوش اي حاجه خالص، يعني ايه موضوع التفاصيل ده، انت ممكن مره اتنين تراجعها او تقراها مره اتنين، ولكن انت هتحفظهم بترتيب اللي هو ليثيوم الحاجه المميزه، كدني وثايرويد، اه يبقى الكدني نيوريسيس، نيوريسيس بوليوريا، بوليديبسيا، تمام؟ والثايرويد هايبو ثايروديزم ويعمل دايابيتس انسيبيدس. الصوديوم بعد كده ها كلهم بيعملوا سوديشن كده كده، ها شوف الحاجات المميزه، ياثر على الليفر يبقى ليفيتد ليفر انزيم وليفر ديسيز، والبول مارو يبقى بول مارو سبريشن، تمام؟ ممكن يعمل شويه بليتلت ديسفانكشن. طب الكربامازيبين سيديشن والكلام الفاضي اللي احنا عارفينه ده، ممكن يقلل شويه الدبليو بي اس، بص بقى، وانتر اكشن بول مارو ديبريشن، الاساس اللي هو البول مارو ديبريشن، تركز عليه. الجابابنتين، اه الجابابنتين يعمل لك ويذدرول سيشرز، تمام كده، مع الحاجات العبيطه اللي هي هيدج وفاتيج، الحاجات اللي احنا عارفينها. طب اللاموتراجين يعمل لك ستيفن جونسون سيندروم. طب التوبايراميت ممكن يعمل حصوات على الكلى، ممكن يعمل ايه سلوينج في السايكوموتور، وكمان لازم اقلل الجرعات في حالات الايه، في حالات الليفر اند رينال امبيرمنت. طيب اللهم صل على محمد. طيب اخر حاجه بقى عندنا السايكوثيرابي. السايكوثيرابي طبعا هو نوت ديورنج ذا اتاك، لا مجال للسايكوثيرابي اثناء الاتاك. يعني بيقول لك ات از نوت افكتيف تريتمنت باي ات سيلف، بس يعني مثلا ايه، مش زي الانكزايتي او الاو سي دي، لا، بات كان بي يوزد ان اديشن تو ميديكيشن. تايبس اوف ثيرابي انكلود ايه؟ بيقول لك كوجنيتيف بيهيفير ثيرابي، السي بي تي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده كتير، السايكو ايدوكيشن، الانتر بيرسونال ثيرابي، والمالتي فاميلي سبورت جروبس. يعني ايه اللي هو مجموعات الدعم يعني. بيقول لك السايكو ايدوكيشن ده ايه؟ السايكو ايدوكيشن هو تعليم المرض للفاميلي والعيان كمان، ان انا اعلمهم عشان اه عشان يبقوا فاهمين المرض كويس جدا، فاهم؟ يقول لك ليرنينج ساينس اند سيمبتومز اوف هيز اور هير ديس اوردر، ان انا اعلمه المرض بتاعه عامل ازاي، وات تريجرز، ايه الحاجات اللي تستحس المرض ده يحصل، او ايه الحاجات اللي تستحس مود التريشن اللي هو اصل المرض، تمام؟ مور يوسفول فور مانيا، بيقول لك بينج ايبل تو ايدنتيفاي ساينس اند سيمبتومز اوف مانيا از هيلبفول ان بريفنشن، اللي هو فول بلوين مانيك ايبيسود جاي اللي هو ايه، انفجار نوبه نوبه الهوس مره واحده، تمام؟ يعني ده الموضوع ده بقى ايه، بيحسن او بيمنع، اللهم صل على محمد، اللي هو ايه، انك تعرف مرضك كويس جدا، تمام؟ هتحاول انك تحاربه، تمام؟ وهتحاول انك تتجنب الحاجات اللي ممكن تسبب ايه، تسبب المشكله دي. طبعا كانت في الايه، ده الجزء الثاني يا دكتور اللي هو كان ايه العلاج. يبقى احنا عرفنا العلاج، ها قلنا اول حاجه فور فيزز، ها ايفالويشن والسايكوزس والسوسايدال والحاجات الجميله اللي احنا قلناها ده هي، وبعد كده ريكفري، وبعد كده مينتيننس في الايه، في اليوسايما، يوسايميا، تمام؟ طيب بعد كده قلنا امبيشنت كير، انتي ديبريسنت في حالات الديبريشن، مود ستابلايزر ده الاهم عندي، والانتي سايكوتيك ايجنت في حالات السايكوتيك، ها والاي سي تي ده حل جذري ولكن مش حل نهائي، انا اسف، هو حل سريع ولكن مش حل نهائي. بعد كده اتكلمنا عن المود ستابلايزر وشرحنا الجدول ده كله. بص في برضو حته اللي هي بتاعت الدوزز في النص، اول ثلاثه بنعمل مونيتورنج، تاني ويبقى ليهم جرعه محدده بس مش مهمه، تاني ثلاثه نوت استابلش مش متحددين، تمام؟ بس عشان يعني تلخيصا يعني. السايكوثيرابي برضو اتكلمنا عنه، اللهم صل على محمد. يبقى كده بفضل ربنا سبحانه وتعالى خلصنا المحاضره. يعني اتمنى من الله اني اكون وصلت المعلومه والدنيا يعني تكون وضحت معانا. ولو حد حابب يسال اسئله، اي سؤال يعني،
يبعت على الدسكشن، او يعني يبعت بقى وقت ما اي حاجه، يعني شوف اللي انت حابه ويعمله يعني. انا طيب، يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.